السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة في النص الأول بإذن الله في الحلقة هنتكلم ندردش مع بعض شوية على الماتش اللي فات، طبعا ماتش الأهلي والترجي التونسي وخسارة الأهلي للقب الأفريقي 2018، وبعد كده هنتكلم بالتأكيد على مباريات الدوري المصري، فعاليات الأسبوع 14، ومباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ومباراة كمان سموحة والجونة. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي انتهت بفوز الزمالك 2-1، أوباما هدفين ومحمد رجب من ركلة جزاء. نجم اللقاء فيها الأول كان محمد عادل الحكم اللقاء. اللقاء الثاني جمع ما بين سموحة والجونة على استاد الجونة، يعني لحد آخر خمس دقائق كانت النتيجة 1-1. النتيجة قولوا لي يا جماعة يعني خلص انتهى خلاص 1-1، فخلص خلاص اوكي. في النص الثاني من حلقه النهارده من ملعب الاهلي هيكون معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن احمد بلال. هنتكلم في المباراه اللي فاتت، مباراه الاهلي والترجي، وهنتكلم كمان في فعاليات الدوري وماذا بعد بكره في ايه. طيب، في اوقات كتير جدا بتمر في حياتك سواء كان على المستوى الانساني او حياتك العامه، يعني بتمر بمراحل كويسة فيها فرحة وفيها بهجة وفيها انتصار وفيها سعادة وفيها أهداف بتتحقق، وفي مراحل تانية بتمر بيك ما بيبقاش فيها توفيق أو فيها نوع من عدم إحرازك لأهدافك أو الأشياء اللي أنت بتسعى عليها. يعني في ناس كتير جدا بتاخد من الانتصار وبتقف وما بتكملش، وفي ناس كتير جدا بتاخد من الانكسار وبتقع وما بتكملش. ده النتيجه بتاعته بتبقى واحده وده النتيجه بتاعته بتبقى واحده، مع ان سبحان الله ده ممكن يبقى فيه انتصار وده بيبقى فيه انكسار، بس واحد طموحه بيبقى قليل قوي فبيقف عند الحاجه اللي انتصر فيها وانتهى الامر بالنسبه له كده وخلاص. يعني سواء حتى وانت لعيب، يعني ممكن تحقق حاجه معينه من الشهره والنجوميه والماديات وبعد كده تلاقي نفسك مش قادر بقى تكمل، يعني شخصيتك بتقف عند الحته ديت فبتستكفى يعني. وفي فرق شاسع ما بين الرضا والطموح، بتبقى راضي جدا بكل اللي بيكتبه لك ربنا سبحانه وتعالى لان انت بتسعى وبتاخد بالاسباب فبترضى باللي يكتبه لك ربنا سبحانه وتعالى. لكن في كمان في طموح، يعني ده مش معارض لله على فكره، يعني طالما انت بتشتغل وبتادي وربنا بيكاتب لك حاجه معينه فبترضى بيها، وواحد تاني بيشتغل وبيادي وكل ما يوصل لهدف عايز يحقق حاجه تانيه وحاجه اكبر، فده الطموح اللي انا اقصده. فعايز اقول يعني في اوقات كتير جدا بتمر على حياتك بتبقى بدايه لانطلاقه او بدايه لحاجه كويسه، بس المهم ان انت تقف صح او ان انت تحدد الاهداف صح وان انت تقيم صح وان انت تبقى واقف على يعني ارض مظبوطه باختيار مظبوط بتقدير مظبوط برؤيه مستقبليه مظبوطه. يعني مباراه الامس، مباراه الاهلي والترجي امبارح، وكان معانا هنا في الاستوديو كان معانا كابتننا كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش، اجمعنا كلنا يعني في اوقات ما ينفعش تقول غير اللي انت شايفه، في اوقات ما ينفعش تقول غير اللي انت شايفه، وكتير من الاوقات ما ينفعش تقول غير ده. يعني في اوقات ممكن تجامل سنه حتى لو في فرقه مش مصريه او اسف فرقه مصريه بتلعب فرقه مش مصريه ممكن تجامل سنه، ممكن يعني تبقى متعاطف سنه، لكن في النهايه قدامك شاشه لازم تقول اللي قدامك ده اللي انت شايفه لان الجميع شايفه العالم شايفه، فلازم تقول اللي انت قدامك او تقول اللي انت شايفه ده. مباراه الامس بغض النظر عن الاحداث اللي بره او اللي حصل حتى في الاتوبيس وتكسير الاتوبيس او اصابه هشام محمد، لكن داخل الملعب الاهلي لم يقدم المردود اللي يفوز بيه ببطوله افريقيا. يعني الفنيات ممكن نقف عندها، الراجل تغييراته تشكيلته بدايته نهايته تقسيمه المباراه اختيار عنصر على حساب عنصر كل ده وارد في الكوره، لكن اكتر حاجه وجعتني امبارح هي الروح القتاليه بتاعه الاهلي، مش موجوده، ما كانتش موجوده. يعني ده اللي انا بحاسبك عليه وده اللي احنا متميزين بيه طول عمرنا، هي دي اللي بتفرقنا عن اي حد. انا ما حسيتهاش في التحامات، ما حسيتهاش في اشتراكات، ما حسيتهاش في حتى بعد الهدف الاول ولا الهدف الثاني ولا الهدف الثالث. هي اكتر مباراه الاهلي كان عنده فرص فيها قبل ما تبدا واثناء المباراه وبعد الهدف الاول وبعد الهدف الثاني وبعد الهدف الثالث. يعني قبل ما يبدا اللقاء انت رايح بافضليه، واثناء اللقاء انت احسن شويه تنظيميا لحد الدقيقه 30 او الدقيقه 35 او الدقيقه 40 انت احسن، يعني انت شكلك احسن، مفيش خطوره هنا ومفيش خطوره هنا، لحد الدقيقه 40 لا في خطوره على محمد الشناوي ولا في خطوره على معز الدين بن شرفيه. بعد الجون الاول
ليه الانهيار ده؟ ليه الشخصيه بتاعت الاهلي ما رجعتش مره ثانيه؟ يعني حتى بعد الجول الاول ممكن ارجع بهدف ثاني، بعد الجول الثاني ممكن ارجع بهدف، كل ده يديني افضليه الكاس، حتى بعد الهدف الثالث ممكن ارجع واخش في ضربات جزاء. لكن هي دي الكوره، او هي دي عالم كره القدم اللي ممكن تشوف فيها ايام بتبقى صعبه جدا جدا جدا. مبروك للترجي 90 دقيقه كانوا بعد الهدف الاول الاكثر بقى ثقه ورؤيه وانقضاض واشتراكات والتحامات ورغبه، يعني وحط تحت رغبه دي 100 خط اكثر رغبه، يعني كانت اول مره بيننا وبين الترجي يبقى رغبتهم اعلى مننا، رغبتهم اعلى مننا. طيب مباراه امبارح يعني مباراه امبارح هي بتاعت امبارح خلاص، لا هتقدر ترجعها ولا هتقدر تتكلم فيها ولا هتقدر تعمل سيناريو من جديد عشان تعمل حاجه افضل، خلاص خلصت. انت من بكره او من النهارده بنشتغل ايه؟ عندي خبر هبدا بيه كلامي. كابتن محمود الخطيب طلب من كابتن محمد يوسف وكارتيرون المدير الفني، كابتن محمد يوسف مدير الكره والقائم باعمال مدير الكره والمدرب العام وكارتيرون المدير الفني والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، تقارير اداريه وفنيه وطبيه شامله عن الفريق الاول لكره القدم. وطلب رئيس النادي كابتن محمد يوسف وكارتيرون ودكتور خالد محمود بتقرير مفصل كامل عشان يتعرض عليه يوم الخميس. كابتن محمود الخطيب دلوقتي في الوقت الحالي موجود في المانيا لفحوصات طبيه، هيرجع ان شاء الله الرحمن بالسلامه يوم الخميس عشان تبقى قدامه مجموع، هيرجع الاربع عشان تبقى قدامه مجموعه التقارير ديت اللي انا ذكرتها سواء كانت اداريه او فنيه او طبيه، يعني تتعرض عليه. وفي لجنه كوره، اجتماع لجنه الكوره زي ما بيقول الخبر ان هيبقى في اجتماع لجنه الكوره يوم الخميس زي ما بيقول الخبر قدامي هنا. فكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيطالب كابتن محمد يوسف وكارتيرون ودكتور خالد محمود بتقارير طبيه وفنيه واداريه. ابني ده ليه؟ لان انا عندي في الموسم ده، هو موسم استثنائي، مش هنقلبها يعني دراما، هنقلبها حزن، مش هنقلبها يعني اللي في القلب في القلب، يعني الكاس خلص وانتهى وراح للترجي. لكن عندي ست بطولات، عندي بطولة عربية عافر فيها جامد جدا رغم النتيجة الأولى مع الوصل 2-2، لكن قادر إن أنا أحقق نتيجة إيجابية هناك في الإمارات يوم 22، عندي سوبر سعودي، عندي سوبر محلي، عندي دوري مصري 75% أو 80% من مبارياته لسه ما اتلعبتش بالنسبة للنادي الأهلي، عندي كأس مصر، عندي البطولة الإفريقية اللي هتبدأ الشهر الجاي، إحنا هنقابل يا إما بطل أثيوبيا يا إما بطل جيبوتي، يا إما بطل أثيوبيا يا إما بطل جيبوتي. والموسم السنة دي بتاع البطولة الأفريقية موسم استثنائي، 5 شهور وبدل ما أنت كنت بطل 2018 ممكن تبقى بطل 2019، يعني في 5 شهور، لأن ده موسم استثنائي هيبدأ من ديسمبر وينتهي في مايو، يعني البطولة الأفريقية لأول مرة هتبدأ من ديسمبر اللي جاي 15 ديسمبر، لان فعالياتها اساسا هتبدا من قبل كده في دور ال 64 واحنا مش هنشارك فيه، هنبدا من فعاليات الدور ال 32 واحنا هنشارك فيه مع بطل جيبوتي او بطل اثيوبيا، وبعدين هنكمل لحد مايو، هيخلص في مايو، دوري المجموعات هيبقى في يناير، وهيستمر بعد كده لحد فبراير واول مارس، وبعدين قرعه دور الثمانيه لحد النهائي زي السنه دي هتبقى في مارس، وينتهي كل البطوله او تنتهي دوري ابطال افريقيا في مايو. فاللي ما قدرش يحقق بطولة 2018 المفروض ان هو قادر على تحقيق بطولة 2019 لو اتحسبت صح، واتعملت صح ورحنا صح واستعدنا صح وتدعيم صح وحاجات كتيرة جدا جدا ناقصة في الفترة الحالية، لابد ان يبقى في وقفة معاها سواء في التدعيمات او الصفقات. فبالتالي اللي ما قدرش يكون 2018 بطل يقدر ان هو يكون 2019 بطل، والظروف اللي احنا فيها دي بتفكرني وشبيهة ب 2004 لما وقف كابتن محمود الخطيب وعمل جيل يعني او لعيبه زي محمد ابو تريكه، زي محمد بركات، زي عماد النحاس، زي اسلام الشاطر، زي حسن مصطفى، زي محمد شوقي، كل دول جم، كل الجمعه كان من بدري شويه، لكن انا بتكلم على الناس اللي جت في 2004 و2005. الظروف اللي احنا فيها دي او قريبه من اللي احنا فيها ديت، كابتن محمود الخطيب كان له اولويه وافضليه في التعاقد مع ناس كتير جدا هنا برؤيه فنيه كبيره جدا او رؤيه اداريه كبيره جدا، وجاب اللعيبه ديت وعملنا جيل سيطر على الكره الافريقيه وكل افريقيا، وكنا بننيم افريقيا من المغرب بالجيل ده. ف
فالوقت اللي احنا فيه ده قادر باذن الله. كابتن محمود الخطيب احنا في ظهرك، هتعمل فرقه زي الفل انت والجهاز الفني ولجنه الكوره ومجلس الاداره، وهتبقى زي الفل. لكن كمان مش عايز اقعد اتكلم على ماضي انتهى خلاص، امبارح بتاع امبارح، لكن كمان عايز تبقى لعيبه الاهلي سوبر، اللعيبه اللي موجوده لعيبه زي الفل وتمام التمام وكل حاجه، لكن مفيش حد يقدر يقول حاجه او مختص او مهني يقول ان فرقه الاهلي مش محتاجه تدعيم. لا، فرقه الاهلي محتاجه تدعيم. وانا كتير يلومني او كتير يتعارض معايا او يبقى بيقول حاجه غير اللي انا بقولها ديت، لكن انا مقتنع بده. لعيب النادي الاهلي لازم يبقى لما تبص له بصه كده وتشوفه في الملعب وهو وقفه الكوره او بيستلم كوره على استاد رادس، على استاد مازيمبي، على استاد القطن الكاميروني، على في الوداد المغربي محمد الخامس، في اي حته تعرف ان دي وقفه لعيب الاهلي. لعيب الاهلي، جريه لعيب الاهلي، يعني شخصيه لعيب الاهلي، وش لعيب الاهلي. انت بتتحمل ضغوط شديده جدا، بتلاقي 60,000، بتلاقي 70,000، بتلاقي 80,000، بتلاقي 100,000، بتلاقي 120,000، مدرجات بتتهز، مش عارف صحف بتقول ايه، اعلام بيساند ايه، اعلام داخلي، اعلام خارجي، اعلام معرفش منين. المهم دي شخصيه لعيب الاهلي. فانا اقول ان اللعيب السوبر دايما يبقى لعيب بتاع النادي السوبر. يعني انت زي برشلونه، انت زي ريال مدريد، انت زي الانديه ديت، مش اي حد يلعب ومش اي حد يبقى موجود ومش اي حد يبقى يستحمل الضغوط. اللعيبه اللي موجوده كويسه واللعيبه اللي موجوده هايله، لكن احنا عايزين تدعيم. يبقى في تدعيم في الفتره الحاليه، وهيبقى في تدعيم، وهتعمل فرقه زي الفل. وزي ما بقول لكل واحد في مصر هنا وكل واحد اهلاوي، انت في ظهر فرقتك، واحنا كلنا في ظهر فرقه النادي الاهلي، وكلنا في ظهر كابتن محمود، وكلنا في ظهر الفرقه في الوقت الحالي. ولازم نبص لها بصه اوسع شويه. غابت بطوله او خسرنا بطوله، لكن عندنا ست بطولات. عندك البطوله العربيه، وعندك السوبر السعودي، وعندك السوبر السعودي المصري، وعندك السوبر المحلي، وعندك الدوري ما لعبتش منه 80% او اكتر من 80% من مبارياتك، وعندك كاس مصر، وعندك البطوله الافريقيه في خمس شهور تبقى بطل افريقيا. يعني مش هينتهي موسم ده ومش هيجي علينا رمضان ان شاء الرحمن غير وانت بطل افريقيا باذن الله، هتستعد له من دلوقتي. لكن هنفضل تتكلم على مباراه انتهت، ازعل وحقك ومية مية، وكنت الامال وكل الناس واحنا الافضليه وكل شيء. لكن دايما في قاعده، او مش قاعده، مقوله حلوه جدا جدا تقول لك اللي بيشتغل دايما ما عندوش وقت يعيط، اللي بيشتغل اللي عنده شغل ما عندوش وقت يبكي، ما عندوش وقت يفضل يعيط. احنا ما مش هنفضل ننوح او مش هنفضل نتكلم في حاجه خلاص خلصت، احنا عندنا شغل لازم ننزل ونشتغل فيه، لازم ندور وننزل من هنا وندور هنا ونشوف هنا ونتعاقد من هنا ونتكلم هنا ونتفاوض هنا ونعمل هنا ونعمل فرقه زي الفل زي ما كانت 2004 او 2005 او 2006 و7 و8 وهكذا لحد ما استمرت لحد 2013 وكانت محتكره كل البطولات. ده الدور اللي لازم يتلعب في الفتره الحاليه، دي المسانده الحقيقيه، او ده النقطه اللي ننطلق بيها. مباريات الدوري ومباريات الكاس ومباريات البطوله العربيه عندنا لحد شهر يناير. طب هنعمل ايه لحد شهر يناير؟ لحد شهر يناير في الوقت الحالي لازم نستفاد اكبر استفاده، نطلع باعلى المكاسب لحد شهر يناير، وبعدها هنحلها باذن الله، وبعدها هيبقى في حاجه ثانيه باذن الله. لكن لحد شهر يناير هي ما عندكش غير المسانده، ما عندكش غير المؤازره، ما عندكش غير التشجيع بالشكل ده. ودايما بنقول على الحلوه والمره، ودايما بنقول بنساند في الاوقات الصعبه قبل الاوقات الحلوه، وده الوقت اللي احنا فيه في الوقت الحالي. ولك ان تتخيلوا ان البطوله الافريقيه زي ما بكلم حضراتكم اللي هي انتهت امبارح، الجديده المفروض يوم 15 اللي جاي. النهارده ايه؟ النهارده 10. النهارده 10 على فكره. كل سنه وانت طيب يا احمد فتحي، عيد ميلاده النهارده، فكل سنه وانت طيب يا احمد فتحي. ف بعد خمس ايام انت مطالب ان انت تسلم قائمه للاتحاد الافريقي هتبدا بيها الموسم، وهتبقى 70 او 75% منها هتكمل بيها لحد شهر 5. ففي شغل، في تفكير، في بكره جاي، في حاجه لازم نبص لها، لازم نشتغل وراها، ولازم نسعى ان احنا ناخد منها احسن حاجه. فعندنا شغل. البطوله الافريقيه هقول لكم المواعيد كده وسريعا، يعني القرعه وقعت او اصفرت عن الاهلي هيلعب يا اما بطل جيبوتي يا اما بطل اثيوبيا، والاسماعيلي هيقابل يا اما بطل بوروندي او مش يا اما هيقابل بطل بوروندي في دور التمهيدي، الزمالك هيقابل القطن التشادي
او جوميدو بطل توجو، ده الفائز منهم هيقابله في دور 32 في الكونفدراليه، والمصري هيقابل بطل بوركينا فاسو او بطل بوركينا فاسو او بطل غيني. اوكي، اقول لكم نظام البطوله الافريقيه عشان تعرفوا ان الاحداث سريعه والاحداث ورا بعض. القيد الافريقي كان بدا يوم 20 اكتوبر واستمر لحد 1 نوفمبر، قائمه يعني مبدئيه، القائمه بتاعتك مبدئيه، وبعد 1 نوفمبر من 2 نوفمبر ل 15 نوفمبر من حقك تضيف بس، يعني من 20 ل 1 نوفمبر، من 20 اكتوبر ل 1 نوفمبر قائمه مبدئيه وممكن تغير فيها زي ما انت عايز بدون اي غرامات يعني. لكن جاء جواب للانديه الافريقيه او الانديه المشاركه في افريقيا، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، ان مدوا الموضوع لحد يوم 8 نوفمبر، يعني عشان يعني يرشدوا النفقات شويه او مش يرشدوا النفقات، يقللوا الحاجات اللي ممكن يبقى فيها تغييرات على الانديه المشاركه في افريقيا كلها مش في مصر بس. فالتغيير ب 500 دولار تقريبا اللعيب ب 500 دولار، فمدوا الموضوع لحد 8 نوفمبر. لكن هي بالنسبه للنادي الاهلي مفيش مشكله، لان انت ممكن اساسا تحط 7 8 اسماء وخلاص يعني، وبعد كده تضيف عادي مفيش مشكله. فانت عندك لحد يوم 15 اضافه او قيد افريقي واجب عليك، بعد 5 ايام هتحط قائمه. القائمه دي اقل حاجه فيها 23، اقل عدد 23، وما تقدرش تزيد عن 30، ما تقدرش تزيد عن 30، واقل عدد هو 23. وقبل دوري المجموعات اللي هينطلق في يناير باسبوعين من حقك تضيف اسماء، يعني في يناير بقى من حقك تضيف اسماء، تضيف اسم، تضيف اثنين، تضيف ثلاثه، وبيستمر معاك القيد فتره. فانت هتقيد 23، هيبقى ليك 7 في يناير فيما طالع، وانت طالع كده اوكي. هتضيف 24 او هتقيد 24 اسف، هيبقى ليك 6 اسماء وانت طالع. 25 يبقى ليك 5 اسماء وانت طالع في لحد 31 يناير. الفكره اللي عايز اوصلها واللي عايز اقولها واللي عايز نشتغل عليها دايما، ان انت عندك شغل كتير جاي وعندك بطولات كتيره جايه. خسرت بطوله في البدايه اللي هي في شهر 11، كنت قريب جدا منها وكان عندك افضليه، لكن هي دي الكوره وانتهت، انتهت خلصت مش هترجع. لكن عندي 6 بطولات يا جماعه، عندي 6 بطولات مهمين جدا لازم اشتغل عليهم وانهي بشكل كبير جدا. انا متاكد ان المرحله دي نهايتها هتكون احسن كتير جدا جدا من بدايتها. هيبقى عندك صفقات كويسه، هيبقى عندك لعيبه راجعه وصفقات. يرجع لك اجاي زي الفل مفيش مشكله، يرجع لك علي معلول زي الفل مفيش مشكله باذن الله، كمان يا رامي ربيعه يكون 100 100، تمام التمام ان شاء الرحمن باذن الله. وبعد كده يبقى في نوع من الصفقات والتدعيم، ده هيبقى موجود ان شاء الرحمن، هيبقى موجود باذن الله، هيبقى موجود. تعمل فرقه تبقى هايله جدا بقى، تبدا من شهر يناير لحد شهر 6 او 7 او 8 هيتعقبهم او هيتخللوا، او هيبقى في خلال الفتره دي في سوبر محلي. من يناير هيبقى في سوبر محلي، وهيبقى في كاس مصر، وهيبقى في دوري، وهيبقى في البطوله الافريقيه. يعني انت بتتكلم من شهر يناير فين وانت طالع كده، يعني الاربع بطولات دول، في بطوله عربيه هتبقى ممتده ان شاء الرحمن، ادي 5، في سوبر سعودي، هو ده السوبر السعودي المصري، هو ده اللي هيبقى في الفتره اللي احنا فيها ديت. هاكد على المعنى اللي عايز اقوله، وهاكد على الكلام اللي انا عايز اقوله. دايما في الحياه خلاص انتهت حاجه مش هتقدر ترجعها، لكن بكره لازم اشتغل عليها، من بكره لازم اشتغل على حاجات، بس اقف صح، اقف صح، اقف على حاجه صح، اقول ده تحديد كذا، واكون دايما صادق مع نفسي، يعني دايما ابقى في لا في نواقص في الحته الفلانيه، في نواقص في المركز الفلاني، في نواقص في المركز الفلاني، في ناس طالعه يعني زي هايله وجميله ولعيبه زي العسل، بس ممكن بعد سنه، بعد سنتين. برشلونه وريال مدريد والاهلي يعني عندهم دايما حته اللعيب دلوقتي، بتاع دلوقتي، اللعيب ده دلوقتي، لو صدفت ان في لعيب صغير او لعيب انا جايبه من فرقه قليله، فرقه كبيره، فرقه صغيره، بس عنده المقاومات والصفات اللي تخليه لعيب سوبر، مفيش مشكله ابدا ابدا، يبقى يجي يلعب، يعني يجي يلعب. لكن لسه شويه، لسه شويه ما عنديش مشكله بقى، يتم اعارته، يتم لعيب عنده يقعد سنتين في مكان، يقعد 3 في مكان، يدعك قوي. وناس كتير برضه هتختلف معايا، تقعد تقول لك ايه ده، ودول بتوع الاهلي، بتوع الاهلي مشوا ده عشان يقعد. ايوه يا سيدي، يروح يغسل صحون، يروح يغسل مش عارف ايه، يروح يعمل، مش تقليلا من اللاعب ده، هو ده بياخد خبرات عشان لما يجي يعرف كويس قوي ان هو جاي يلعب في النادي الاهلي،
النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني مواجهات يعني افريقيا يعني ترجي يعني مازيمبي يعني القطن الكاميروني يعني بطولات عربيه يعني الوصل الاماراتي يعني الهلال السعودي يعني النصر السعودي يعني اتحاد جده يعني بتتكلم في حتى على المستوى المحلي يعني زمالك يعني اسماعيلي يعني المصري يعني سموحه كده كده يعرف يعني سيطر. انت بتفرض يعني شخصيتك وقناعاتك على اللي اقل منك، مش ممكن ابدا تبقى انت اقل وتفرض قناعاتك او فكرك او شخصيتك على اللي اكتر منك. مش هو ده الصح في عالم الكوره. دايما انت شخصيتك بتغلب اي حد بقدراتك ومهاراتك وشخصيتك وطريقه تفكيرك وتواجدك. يعني امبارح بتاع امبارح انتهى، مش عايز اتكلم فيه كتير، مش عايز اتكلم فيه كتير، انا عايز اتكلم في بكره. أنا واثق جدا زي ما كل الناس واثقة وكل الداعمين للأهلي واثقين وكل الجماهير الأهلي واثقة، واثقين جدا 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 في حسن الاختيار في كمجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، بالجهاز الفني، باللعيبة اللي موجودة وهي محتاجة معاها ناس تانية ومحتاجة لعيبة ترجع مرة تانية، بس رجوع لعيبة وإضافة عناصر تانية. يعني وجود لعيبة موجودة في الوقت الحالي عادي، موجودة أصلا وتاريخهم زي الفل وتمام التمام وهيلة، ولعيبة راجعة من إصابات وتدعيم قادم. فأنت كده بتشتغل على ثلاث محاور جايين بإذن الله وجايين بشكل كويس بإذن الله، والتعامل يبقى كويس جدا إن شاء الرحمن. لكن كنت حابب جدا أتكلم في بكرة وأتكلم في اللي جاي، عشان اللي جاي عنده كتير أكتر من اللي رايح. موسم 2018-2019 لو هو فيه 7 بطولات راحت منهم بطولة كانت غالية، لكن فيه بطولة تانية بشخصية الأهلي بقى، بعقل الأهلي، بتفكير الأهلي. إحنا مش هينتهي، مش هيجي علينا رمضان غير وإحنا أبطال أفريقيا، لأن بطولة أفريقيا هتخلص في مايو اللي جاي، فنعيد وإحنا أبطال. هو ده العهد اللي المفروض تاخدوه، وهو ده العهد اللي المفروض يبقى موجود، واعمل اللي عليك. ما ممكن تبقى حاجة رهيبة جدا في الملعب وربنا مش موفق، خلاص. بس انت وانت بتتفرج مقتنع، وانت بتتفرج يعني شايف اداء وجري واحتكاكات واشتراكات وتلاحم وقوة وسرعة وانقضاضات ورغبة ووش يعني مرسوم عليه 111 كده في التركيز ومية مية وتمام التمام، لكن ربنا مش موفق، خلاص دي الكورة انتهت. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما دايما وانت بتتفرج يقول لك رغبة المصري وتحديدا الأهلاوي، رغبة ما شفناهاش مثيل، رغبة بروح، هي روح الأهلي، هي روح الأهلي. ما سمعتش ولا شفت في حياتي لا خارجيا ولا داخليا حاجة غير روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء. ما لقيتش أبدا روح أي فانيلا تانية، روح الفانيلا الحمراء هو ده اللي أقدر أحاسبك عليه. كانت مقدمة لا هي طويلة ولا هي قصيرة، لكن مفهوم وطريق لازم نمشي في بإذن الله. فاصل من بقية أخبارنا، وإن شاء الرحمن نستعرض بقى مباريات الدوري مع كباتننا، وكمان مباراة بكرة لينا واقفة معاها مع كباتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام وكابتن أحمد بلال. اهلا بيكم من جديد. دايما خليك ايجابي، دايما فكر في بكره. خلاص امبارح انتهى، امبارح خلص، امبارح بتاع امبارح ماضي، اسمه ماضي، لكن بكره بتاعنا، بكره تشتغل عليه، بكره تفكر كويس، بكره تستعد كويس. سيبك من اي حاجات تانية خالص، خليك مهني وخليك حرفي وخليك في موضوعك ان شاء الله الرحمن، وحدد كل حاجه في منطقتها، واحنا معاكم، واحنا في ظهركم باذن الله. معايا ومعاكم كابتن عادل طعيمة. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل والله. طب هاخد رايك في اللي بقوله ده كابتن ماهر. مساء الفل. كابتن سيد. ازي حضرتك؟ بركة يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام كابتن. بلال مساء الفل. ازيك يا سيكا؟ كله تمام؟ خليك يا رب، الحمد لله. طيب قلت دايما يعني السيناريو اللي احنا فيه ده بيفكرنا ب 2004، ف 2004 كان عندنا شويه كده، قريبين شويه كده، واحنا يعني خلينا نتكلم بوضوح كبير قوي. يعني في 2004 جاء كابتن محمود الخطيب
تعاقد مع محمد بركات وتعاقد مع ابو تريكه وتعاقد مع عماد النحاس، وكان في كمان اسلام الشاطر وفي حسن مصطفى ومحمد شوقي وكان عماد متعب لسه طالع. اوكي، فاشتغلنا على ناس موجوده. حسام عاشور كان لسه طالع برضو. اشتغلنا على ناس موجوده، واشتغلنا على مجموعه راجعه من اصابات، واشتغلنا على تدعيم. احنا عندنا 6 بطولات يا كابتن عادل، 6 بطولات جايه في 5 شهور. بطوله افريقيا اللي خسرناها امبارح ممكن تكسبها في 5 شهور جايين، هتبدا في شهر ديسمبر وتنتهي في مايو، وعندك سوبر سعودي مصري، وعندك سوبر محلي، وعندك دوري، وعندك كاس، عندك بطولات كتيره جدا. فالعياط او الزعل مش هيرجع ابدا، مش هيرجع حاجه، خلاص خلصت يعني. مقدرين الشعور والمشاعر اللي جوه كل الاهلاويه وكل مصر عامه يعني بشكل كبير قوي، الا شويه صغيرين كده مفيش مشكله، لكن في النهايه عندنا حاجات تانية ما يعديليش علينا رمضان غير ما احنا معانا بطولة افريقية ان شاء الله يا كابتن عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هناك منظور ايجابي ومنظور سلبي. المنظور الايجابي ان انا كبطولة افريقيا انا كنت بادئ متعسر، ثم ابتديت اوصل للنهائي مع اصابات كتيرة جدا، مع التحامات، وزي ما انا دايما بقول فريق النادي الاهلي دايما بيمد المنتخبات باكثر عناصر، وبالتالي لاعبتنا ما بترتاحش. يعني انت بتاخد افريقيا، البطوله العربيه، كاس مصر، الدوري، بقيه الفرق الدوري بترتاح، لعيبه النادي الاهلي ما بترتاحش. فكم الاصابات وكم الاجهاد اللي موجود عند اللاعبين، دي نقطه. النقطه الثانيه، انت وصلت للنهائي كسبان الماتش الاولاني 3-1، الماتش الثاني 3-0. كنا قريبين جدا ان احنا ناخد البطوله، على الرغم من ان في 6 عناصر اساسيه، لما في عنصر او 2 بيغيب بتبقى في مشكله. ما يكون في خط الظهر بس، في احمد فتحي وفي علي معلول، وبعدين عندنا ازارو، مؤمن زكريا، يعني اجاييه، يعني 6 عناصر في منتهى القوه. العناصر دي ما هياش موجوده، ومع ذلك بتوصل للنهائي، وكنت قريب جدا انك انت تحصل على البطوله. ده بيخليني، وده مردود انا دايما بحاول اعمله، وبحاول دايما انصح ولادي ان هم يعملوه. انا وانا كسبان لازم اقيم نفسي، وانا كسبان لازم اقيم نفسي، وانا خسران لازم اقيم نفسي برضه، اقيم نفسي انا ايه الايجابيات اللي كانت موجوده عندي، 1 2 3 زي ما حضرتك بتقول كده. انا داخل على 6 بطولات، ال6 بطولات اللي انا داخل عليهم دول لازم انا اقف وقفه قويه جدا، لجنه الكوره مع مجلس اداره مع الجهاز الفني، انا ليه ما خدتش البطوله؟ ما خدتش البطوله عشان في عندي 1 2 3 4 تدعيمات في يناير، ايه المراكز اللي انا محتاجها؟ طب ايه الاسباب؟ الاسباب اللي كانت موجوده، واحنا اتكلمنا عن هو ده اللي قاله كابتن خطيب. يعني في هو طلب تقرير دلوقتي نازل خبر على الموقع الرسمي، كابتن خطيب طلب من كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره وكارتيرون المدير الفني والدكتور خالد محمود يعني تقارير طبيه واداريه وفنيه. وهو راجع بالسلامه ان شاء الله الرحمن يوم الاربعاء، وبعدين هيبقى في اجتماع يوم الخميس باذن الله لجنه الكوره. احنا انا ما اعرفش الكلام ده، بس انا بقول وانا ما اعرفش الكلام ده. انت بتقول متواضع خبرتك. فانا بقول ايه، انا بقيم العمل انا خسرت بصوره افريقيا، لكن انا وصلت للمرحله النهائيه. طب ايه اللي خلاني ما اخدش البطوله؟ يبقى في 1 2 3. طيب احنا اتكلمنا قبل كده في الاستوديو هنا يا كابتن على الاصابات اللي موجوده، والاصابات الكتيره وخاصه في عضله الضمه. اكتر من لاعب، يمكن وصلنا يمكن 6 7 لاعبين عندهم العضله الضمه. طب يبقى في تقرير طبي برضو. الاصابات ليه كتيره في المنطقه دي، وليه ما بترجعش بسرعه؟ برضو دي الحاجات دي، اذا النادي محتاج اجهزه نجيب اجهزه. النادي الاهلي كبير جدا، انا يعني مش عايز افضل اقول واكرر الحته دي. النادي الاهلي لازم يبقى عنده احدث اجهزه طبيه موجوده في العالم، تبقى موجوده في النادي الاهلي. اللعيب بتاعي لازم يرجع بسرعه، لان انا محتاج اللعيب بتاعي يرجع بسرعه ويبقى موجود في النادي، بحيث ان انا عندي بطولات كتيره، والبطولات الكتيره دي بتضر عليا ارباح ماديه ونفسيه وجماهيريه كبيره جدا. التقييم ده لازم يدرس بعنايه، الاهتمام بالعناصر اللي انا هجيبها، لان انا برضو وكنت لسه بتكلم مع احد الزملاء من شويه، انا هروح اجيب لعيب، اللعيب ده قيمته ايه؟ مش قيمته الماديه. الراجل ده فنيا يلعب كاس عالم انديه، قبل ما اجيبه النادي الاهلي لازم اشوف الخامه دي تصلح للتمثيل الدولي ولا لا. ما اجيبش اي حد وادفع ارقام، لا، انا بشوف الراجل ده او اللاعب ده اللي انا هجيبه مش هيلعب لي دوري محلي، انا بشوفه ده الراجل لازم يبقى منتخب مصر،
ولازم يروح يلعب كاس عالم انديه، ولازم يبقى يوصل كاس عالم ويلعب كاس عالم وهو. فالعين الخبيره اللي هي تجيب اللاعب ده لازم ادور عليها ولازم اجيبها، لان انا ممكن جدا ادفع في لاعب ويبقى مستواه محلي. ما ينفعش. ده النادي الاهلي اللي ريال مدريد وبرشلونه كانوا بينافسونا واحنا كنا متفوقين عليهم. احنا اللي مش عارف قيمه النادي الاهلي لازم يفهم كده، لازم نفهم كده كويس قوي. يبقى لازم العناصر اللي انا هدعم فيها في يناير، النادي جمهور النادي الاهلي ممكن يصبر، بس النادي الاهلي عايز اداء وعايز بطوله، عايز اداء جيد جدا وعايز بطوله. مش هيعمل لك المردود ده الا اذا كان هناك اختيارات، ويبقى في اختيارات بشكل مكثف وبشكل رائع وبامانه، بحيث ان انا العناصر اللي انا هضمها في يناير عناصر تفيد الفريق وتقف مع الفريق، بحيث ان انا الست بطولات اللي جايين على الاقل لازم اكون واخدهم كلهم باذن الله تعالى. اوكي كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم كابتن سيد، اولا بنأسف لجمهور المصري وبالاخص جمهور النادي الاهلي على الاخفاق اللي حصل وخسارتنا البطوله امس، ويمكن انا بضم صوت الكابتن عادل الطعيمه ان احنا فعلا ان الجهاز ده كابتن سيد لما تولى المهمه قطع مشوار كبير جدا، لان هو تولى المهمه في البطوله الافريقيه يمكن كان عندنا من النقاط يمكن نقطه واحده. قدر ان الجهاز ده من خلال استراتيجيته، خلال تجهيزه الفني والاداري والخططي لمجموعه اللاعبين اللي موجودين خلال هذه الفتره، قدر انه يتخطى بشكل كبير جدا. وصلنا لمرحله قمه هذه المجموعه مع الترجي اول وثاني، الى ان المباراه النهائيه اللي كانت بيننا وبين الترجي كسبنا الجوله الاولى 3-1، ثم الجوله الثانيه اللي احنا خسرنا فيها 3-0. انا شايف يا كابتن سعد ان احنا مش محظوظين، وان الجهاز ده مش محظوظ لما وصل للنهائيات، فقد اهم عناصر لعيبه مميزه بين الخبره وبين اللعب الدولي زي علي معلول واحمد فتحي وازارو، ويمكن كمان اجاييه اصابه اجاييه. عايز اقول لك كمان يا كابتن سيد ان احنا فاجئنا قرار كمان الاتحاد الافريقي يعني بين ربنا ده مفاجاه بالنسبه لنا. ان احنا لو 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 تلاحظ كده ان احنا حتى في الجوله اللي هناك يا كابتن عادل احنا كان اعتمادنا يمكن على ازارو بنسبه 70%، خصوصا في الجمل التكتيكيه او الجمل الهجوميه اللي احنا كنا بنشتغل عليها بشكل كبير. ايقاف ازارو اثر بشكل كبير جدا على ادائنا الهجومي، يعني ما حسيناش بالاختراقات، ما حسيناش بالسرعه، ما حسيناش بالمساحات الرعب اللي كان عامله في دفاع نادي الترجي في المباراه الاولى. لكن عايز اقول لك كابتن سيد ان سمه البطل وارد جدا ان يحصل بطوله، لكن سمه البطل والنادي القرن بالذات ان احنا بنرجع بسرعه، دي ميزه النادي الاهلي. نرتب البيت من خلال ادارتنا، من خلال الاداره الحكيمه، اداره الكابتن محمود الخطيب والخبرات اللي موجوده عليها الاداره، هم عاشوا الاجواء دي قبل كده، وهو لاعب عشا وعاش وهو عضو مجلس اداره وامين صندوق وعاش وهو رئيس نادي كمان. فانا عايز اقول لك ان خبره الاداره في خلال الفتره القادمه مع الكابتن محمود الخطيب والتنسيق مع لجنه الكره، ان احنا بسرعه هنبدا نشوف احتياجات الفرقه، لان احنا شايفين ان الفرقه فعلا محتاجه بعض الاماكن اللي ممكن تقدر تعمل لنا اضافه. زي ما الكابتن عادل قال، الاماكن دي كلها كابتن سيد محتاجينها لعيبه دوليين على اعلى مستوى، لان النادي الاهلي فعلا يستحق هذا. معظم لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليين على اعلى مستوى. من خلال زي ما انت قلت 15 احنا قادرين ان احنا نرجع تاني للبطولات، اقرب بطوله لينا السوبر اللي موجوده السعودي ان شاء الله باذن الله، هيبقى التنسيق السوبر السعودي المصري. أوكي. التنسيق اللي هيبقى مع لجنه الكوره ومع كابتن محمود الخطيب ومع الجهاز الفني على الاختيارات اللي موجوده في يناير ان شاء الله هتبقى البدايه بالنسبه لنا الانطلاقه من بدايه السوبر السعودي المصري، ودي يمكن اقرب بطوله نقدر حتى كمان يعني نهديها لجمهورنا، جمهور النادي الاهلي اللي هو يمكن من حقه ان هو يزعل ومن حقه انه يغضب، لان كانت البطوله دي بالنسبه له بطوله غاليه غايبه علينا يمكن حوالي 4 سنوات من 5 سنوات. لكن عايز اطمنه النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله خلال 15 دول يرجع للبطوله دي للنهائيات تاني ويحصل على البطوله التاسعه، البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي. بلال. شوف طبعا اكيد في زعل كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته، وده وضع طبيعي.
دي اول مره في تاريخ النادي الاهلي يمكن يصل لاثنين نهائي ويخسر فيهم البطولتين يا كابتن. يعني احنا تعودنا النادي الاهلي لما بيوصل البطوله وبيخسر البطوله الثانيه على طول بيكسب النادي الاهلي البطوله، ولكن في اسباب مختلفه شويه. يمكن البطوله دي فيها اسباب مختلفه شويه، وانا يمكن يعني مش هكتر عن الكباتن قالوا حاجات كثيره طبعا بما يخص بقى التعاقدات، بما يخص اللعيبه، بما يخص الامكانيات، بما يخص التجهيزات بتاعه النادي الاهلي الفريق الاول. ولكن كان في اسباب يعني بره المباراه شويه، وكان في اسباب داخل المباراه. عشان تبقى ايجابي لازم تعرف ايه السلبيات اللي كانت موجوده عندك. يعني النهارده عشان ابقى ايجابي يا كابتن لازم ابقى عارف ايه السلبيات اللي كانت موجوده انا خسرت ليها، عشان اقدر ان انا البطوله اللي جايه او الماتش اللي جاي او المرحله اللي جايه ان انا اقدر اعدل من وضعي. النادي الاهلي خسر لاسباب كتيره، منها اسباب نفسيه، منها اسباب اداريه، منها اسباب فنيه. ده اللي حصل في مباراه الترجي المباراه اللي فاتت. كان النادي الاهلي نفسيا قبل المباراه قرارات من الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي، عقوبات ضد النادي الاهلي، وده امر غريب في كره القدم، يمكن اول مره تحصل من زمن بعيد ما حصلتش الكلام ده، انك انت تعاقب لعيب وتعاقب النادي الاهلي عشان لعيب قطع التيشيرت بتاعه. لا ده انت بتصرح بحاجه، بتصرح على مدير فني عنده مباراه بعد 24. لا بتستدعيه، انت بتستدعي للاستجواب، ده انت بتتهمه بالتواطؤ بالظبط، وفي الاخر يقول لك اتحاد افريقيا اهلاوي. لا وبعدين عايز اقول لك لا عايز اقول لك كمان ان كان في رد فعل كمان للاتحاد التونسي كبير جدا يا كابتن بشان الموضوع ده، وقالوا ان احنا هنتخذ قرارات وان احنا هنصعد الامور للاتحاد الدولي، وكان في قرارات ضد، وبالتالي كانت في قرارات ضد النادي الاهلي. الاتحاد المصري كان المفترض ان يكون له وقفه كبيره جدا في المباراه دي، وكان المفترض يكون له قرار جنب النادي الاهلي عشان الامور ما تتسابش بهذا الشكل، لان مش طبيعي جدا انت كمنتخب مصر كنادي اهلي بتمثل دوله مصر ويبقى عليك قرارات قبل المباراه النهائيه على طول. يعني الترجي التونسي لما اتعاقب يا كابتن اتعاقب بعد المباراه النهائيه، اتحرم من جمهوره مرتين بعد المباراه النهائيه، اتحرم يلعب على ملعبه بعد المباراه النهائيه، لكن انت اتحرمت من اللعيب بتاعك. بلال مبروك للترجي التونسي، مبروك لكل فرقه تونس، مبروك لكل المسؤولين في الترجي التونسي، الجهاز الفني واللعيبه وكل حاجه. بس انت مش مستغرب زي ما انا مستغرب كده؟ يعني ده كانوا بيقولوا على الاخبار قبلها ب 48 ساعه انتظروا كذا، صح؟ انتظروا. طب انا بقول لك الاتحاد التونسي مش عارف ايه، الاتحاد التونسي اللي كان بيقول وليد ازارو هيتوقف يوم الاثنين، الاتحاد التونسي ليوم الاربع المدرج بتاع الخاص بالجماهير الالترز بتاعتهم هناك يوم الاربع هناخد القرار. اي قرار قبلها ب 48 ساعه، طيب قبلها ب 48 ساعه، وفي الاخر يقول لك الاتحاد افريقي اهلاوي. يعني كل ده والاتحاد افريقي اهلاوي. ما هو ده اللي انا بقوله، وان انت كمان انا بقول لك الاتحاد التونسي اللي كان بيطلع وبيصرح القرارات دي كلها، وانت كاتحاد مصري ما كانش ليك وقفه مع النادي الاهلي، وكان المفترض يبقى ليك وقفه قويه جدا مع النادي الاهلي. الشغب اللي حصل قبل المباراه والاتوبيس والضرب والحاجات اللي اثرت بشكل كبير على نفسيه اللعيبه، دي من النواحي طبعا. اللعيبه الكثيره طبعا نتكلم في الحته الفنيه. انت النهارده برده يا كابتن سيد معلش، النهارده لما تيجي تبص على ريال مدريد وبرشلونه، اللعيبه النهارده لما تبص على برشلونه وريال مدريد لما بقى مش موجود كريستيانو او جاريث بيل، انت النهارده بتشوف فرقه ثانيه مختلفه، اداء مختلف، شكل مختلف خالص. لما بتتفرج على برشلونه من غير سواريز ومن غير ميسي بتشوف فرقه تانية مختلفه خالص، مش ده التيم اللي انت بتتفرج عليه. النادي الاهلي افتقد خمس عناصر مهمه جدا جدا من العناصر الاساسيه بتاعته، بالاضافه للعناصر اللي كانت راجعه من الاصابه. انت عندك جونيور اجاي عنصر اساسي مع النادي الاهلي ما كانش موجود في الفرقه، علي معلول عنصر اساسي مهم جدا مع النادي الاهلي ما كانش موجود في الفرقه، وليد ازارو عنصر مهم واساسي ما كانش موجود في الفرقه، احمد فتحي يا كابتن، بالاضافه لعوده سعد سمير من الاصابه وعوده ايضا السوليه من الاصابه، وده طبعا اثر بشكل كبير على معدل اللياقه اللي لنا داخل المباراه. فانت النهارده بتلعب اربع لعيبه في الملعب او خمس لعيبه في الملعب، وست لعيبه عندك مش موجودين او كانوا مصابين، وست اربعه مش موجودين واثنين فيهم راجعين من الاصابه، فده ياثر بشكل كبير جدا على اي اداء اي فرقه مهما كانت الامكانيات ومهما كانت القدرات. النادي الاهلي بمن حضر النادي الاهلي، ولكن بمن حضر في التعديل، في التغيير، في الترانسفير، في انك تجيب لعيب، في انك تتعاقد مع لعيبه، لكن ما فيش فرقه بمن حضر مع بال 30 لعيب. انت دايما يا سيد انت مدير كوره اشتغلت الموضوع ده كتير، انت اللعيب عندك كاتيجوري بتصنف لعيب الف ولعيب ب، لعيب اساسي ولعيب احتياطي. مفيش نادي في العالم بيبقى عنده اثنين لعيب اساسيه، عشان فكره ان النادي الاهلي بمنحدر بمنحدر، ولكن عندك لعيب اساسي بيلعب بشكل مستمر، عنده اللياقه البدنيه بتاعت المباراه موجوده، الحته الفنيه موجوده، رجليه في الملعب بشكل كبير، وده الناس اللي لعبت كوره تفهم الكلام ده بشكل كبير. اللعيبه في لعيبه كتيره جدا ما شاركتش، دي اول مره تشارك. العمليه النفسيه كانت مهمه جدا، غياب العناصر اللي غابت عن النادي الاهلي في النهائي تاثر على اي تيم مهما كان حجمه ومهما كانت امكانياته. التعديلات بتاعه النادي الاهلي، انت عندك عايز تقول حاجه مش كده؟ لا كمل كمل. التعديلات طبعا النادي الاهلي محتاج تعديلات او محتاج بعض الانتدابات في يناير اللي جاي عشان يقدر يكمل لنهايه الموسم. انت عندك بطوله افريقيه هتبتدي شهر 12 اللي جاي، بطوله مهمه جدا،
لازم في بعض الاماكن في النادي الاهلي يبقى في بعض العناصر اللي تيجي للنادي الاهلي. زي ما انت اتكلمت قبل كده شفتك بتتكلم في الانترو بتتكلم على ان انت عندك المفترض يبقى في تعاقدات للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، طبيعي جدا لازم يبقى في تعاقدات. حته التجديد مهم حتى لو انت عندك لعيبه اساسيه، فانك تضخ ده مهم جدا، مهم جدا في اي تيم. للنادي الاهلي ممكن لعيب يبقى بديل جيد، ممكن ما تجيبش لعيب اساسي لكن ممكن تجيب لعيب بديل يبقى كويس، وممكن تجيب لعيب اساسي. ومن المفترض ان انت عندك اكتر من مركز، عندك فيه مشاكل، مشاكل الاصابات، مشاكل الغيابات، مشاكل الانتقالات. النهارده اللعيب البلاي ميكر محتاج لعيب في الحته دي، محتاج فرويد تاني، محتاج في الحته بتاعت الفول باكس محتاج فيها لعيب، فانت محتاج برضه تدعيمات في يناير اللي جاي. بكده النادي الاهلي ان شاء الله يقدر الفترة اللي جاية يقدر يحصل بطولة ان شاء الله. بص دايما برضو تبص للمرحلة اللي انت فيها، يعني دايما وانت بتعمل استراتيجية كده للي جاي، اوكي بتفكر هعمل ايه بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد ثلاثة، بعد شهر، بعد شهرين. لكن كمان ما انساش ان انا دلوقتي انا مطالب ان انا اطلع باحسن حاجة لحد شهر يناير، اوكي صح. شهر يناير انا عندي مستين، يعني ميزه مزدوجه زي ما بيقولوا، او حاجه مزدوجه، عوده لعيبه متمثله في اجايه وعلي معلول ورامي ربيعه باذن الله، ومهم زكريا لا مهموم موجود، مهموم موجود مفيش يعني مشكله، يعني يرجع يلعب يعني مفيش مشكله يعني اوكي. وتدعيم بعض الصفوف، فعندي مباريات في الفتره دي يا كابتن عادل، عندي مباريات، مباريات في الدوري، مباريات في البطوله العربيه، مباريات في كاس مصر لو فيه مباراه، حتى في افريقيا. فعشان كده بقول للجمهور وبقول للناس اللي موجوده وبقول للناس يعني ده وقت مسنده لحد ما نشوف الوقت الصحيح او الوقت المناسب او الوقت النظامي اللي يسمح فيه ان انت تدخل الناس ديت. يعني فده وقت مسنده تساند فرقتك وتساند الجهاز عشان نطلع بالموضوع ده باحسن الحلول، مش عايز اقول يعني حلول مثاليه لكن افضل الحلول يا كابتن عادل. يعني ندي مثال صغير، وده برضو بوجه كلام جمهورنا، جمهور النادي الاهلي لا يتميز بالصبر زي جمهور الفريق المنافس. يعني انا ممكن اقعد 10 سنين ما اخدش بطوله وابقى برضو ايه عندي صبر ان انا مستني بطوله. النادي الاهلي ميزته ان عنده جمهور ما بيصبرش، عايز جمهور. عدم الصبر دي ميزه؟ ما تخليك في المقدمه على طول. اوكي، يعني دايما بيضغطك يعني. بيضغطك يعني. ايوه هو كده، بيخليك على طول في الاول. لولا الضغط الجمهور اللي عليك اللي موجود في العالم كله، لولا ده بعد فضل ربنا انك انت دايما تبقى في المقدمه. وبالتالي عدم الصبر ده هيخليك تنقي لعيبه كويسه، تجيب جهاز فني على اعلى مستوى، تجيب اجهزه طبيه على اعلى مستوى، تجيب جهاز طبي على اعلى مستوى، جهاز اداري، كل النواحي اللي النادي محتاجها انا بوفرها لان انا جمهوري عريض قوي. 70 80 مليون بني ادم بيشجعوك، لابسين التيشيرت بتاعك في كل حته. لما رحنا نعمل اختبارات يا كابتن ماهر، كابتن بلال، كابتن سيد، الاولاد الصغيرين مالين المحافظات لابسين التيشيرت الاحمر، واهاليهم لابسين التيشيرت الاحمر، والام والاب، حاجه مبهره مش موجوده في العالم كله الكلام ده. يعني تلاقي برشلونه الجمهور اللي بيشجع في برشلونه في مدينه برشلونه، وطبعا الحاجات اللي بره، انما جمهور النادي الاهلي في البلاد العربيه، في مصر، في كل المحافظات. انا لسه راجع من اسكندريه، الاهلي يجيب جول الاقي البيت بيتهز، القهاوي اللي حوالين البيت، الاهلي يجيب جول في اسكندريه الملعب البيت بيتهز من دي ايه ده في اسكندريه مش في القاهره. ولو رحت في اي محافظه هتلاقي الكلام ده، دي مسؤوليه. بص ده كمان يعني، بص ده اسلام تقريبا، بص الراجل اللي موجود ده يعني. ده يخليني مثلا لو في حجر يتحرك انها يشوف لابس التيشيرت ده يبقى انا. وبيعمل ايه يا كابتن؟ بيعمل يعني واقف على عصايتين وبيعمل كنترول برجل واحده. فده ولابس التيشيرت بتاع النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي جمهوره لا يصبر، علشان كده بيحملنا كلنا مسؤوليه ان احنا نقول كلمه الحق، وان احنا ننقد صح، وننقد نقد بناء، ولما نختار بعنايه، ولما نقول ان هناك سلبيه يبقى الناس تسمع ان السلبيه دي موجوده، مش عشان نقول علشان نقول حاجه غلط، لا بنقول علشان نتقدم. وده دايما سمات الانسان او النادي اللي فيه نضج،
ان انا ابقى عارف عيوبي علشان اصلحها. انما ان انا ابقى شايف العيوب وامدح شكلها مش طيب وجمهورنا مش هيصدق. مش مقبول عند الناس مش هتبقى مقبول، هتبقى حتى وشك ما فيهوش التعبير اللي يسمح لك انك انت كلمه الصدق دايما بتوصل من القلب للقلب، ما يبقاش فيها نفاق ولا فيها رياء. فانا لما بقول الحته دي مهمه جدا ان انا في الفتره اللي جايه رجاء من كل الناس، النادي الاهلي جمهوره مش بيصبر، محتاج بطولات. احنا داخلين زي ما حضرتك تفضلت في البدايه 6 بطولات، مطالب اللعيبه والاجيال والاداره مطالبه ان احنا ال6 بطولات دول، مش هقول الست، هناخد 5 على الاقل، لان جمهورنا ده لازم يفرح، ولما بيفرح مصر كلها بتفرح، البلاد العربيه كلها بتفرح. بيجي لك تليفونات من اوروبا من كل حته، اهلاويه في كل حته في العالم بتفرح، بينزلوا في الشوارع وبيفرحوا. فدي مسؤوليه كبيره جدا علينا ان احنا ان شاء الله ننسى اللي فات والبطوله اللي فاتت ديت، ونقول لجمهورنا ما تصبروش علينا ان احنا برضه هنشتغل ونجتهد ونتعب علشان نحصد البطولات. طيب انا يعني كنت حابب اتكلم معاكم في الماتش نفسه، في الماتش بتاع امبارح وكده، بس لما وانا حتى بستحضر الاسئله انا شايف شخصيه غير شخصيه الاهلي. يعني انت لما تيجي تقيم واحد وانت عارفه كويس قوي في تاريخه وفي بطولاته وفي ماتشاته، وخصوصا يا كباتن المباريات اللي بتبقى فاصله، كابتن بلال، كابتن عادل، كابتن ماهر، الحاجات اللي هي بتبقى بتستدعي الروح الشخصيه دي بتاعت مباراه حاسمه مثلا، مباراه مهمه، مباراه بتنقلك من مكان لمكان، حتى لو في الدوري. يعني في مباراه بتجيلك في الدوري مثلا، يبقى انت ماشي متساوي مع الزمالك مثلا، متساوي مع الزمالك، متساوي مع الزمالك، وتيجي اخر 4 5 ماتشات مثلا، فتلاقي الزمالك يقوم خاسر مثلا من مباراه، وفضل 4 5 مباريات، المباراه دي بالنسبه لك بتبقى مهمه قوي للفارق، فتقوم كاسبها لان دي في مباراه فاصله، بس بتكسبها بروح فظيعه جدا. تيجي تلعب مباراه زي الكاس مثلا، تلاقي نفسك مباراه فاصله في النهائي مثلا، او السوبر، او افريقيا. فلما جيت اقول طب انا هحلل حاجه بشخصيه حد انا مش عارفه، يعني الشخصيه اللي ظهرت امبارح جديده عليا، انا ماليش علاقه بالحاجات الفنيه لان هي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى والجهاز الفني، ان انت ممكن ما تبقاش موفق اساسا، يعني ممكن تلعب. بس السنه اللي فاتت مثلا احنا لعبنا مع الوداد المغربي هناك وكنا كويسين مش وحشين، بس ربنا مش رايد وجسامه ما كانش رايد، يعني فما فيش مشكله. لكن انا اشوف حتى لو اختلف معايا غيري ان بملاك الاسيوبي امبارح لا ما عندوش اي حاجه خالص. يعني انت خسرت في الكوره، خسرت الماتش داخل الملعب، ولا في اختلاف؟ لا صح بالظبط كده، تمام صح. فاسال ايه؟ فقلت لا لازم نعمل حاجه اللي تفكر فيها بايجابيه. ولا انت حابب تتكلم في حاجه كابتن ماهر او بلال او كابتن عادل؟ انا عايز اقول كابتن سيد ان احنا امبارح في تشكيلنا يمكن في حوالي 5 6 لعيبه اول مره يلعبوا تحت ضغط جماهيري وعدده 60 70 الف. يعني لو ذكرنا كده من خلال التشكيل هنلاقي ان اسلام محارب اول مره كابتن عادل يلعب تحت الضغط ده، يمكن كان بيلعب يمكن في السنتين اللي قبل كده، لكن ما كانش تحت الضغط الجماهيري اللي بهذا الشكل وخارج ملعبه. لو شفنا ميدو جابر نفس الكلام، يمكن اول مره ميدو بيتحط تحت ضغط جماهيري بنسبه 70 80%، الضغط اللي كان موجود في مباراه الترجي في جمهور تونس. ايمن اشرف حتى كمان، يمكن ايمن اشرف ابن النادي الاهلي، لكن اول مره اتحط تحت ضغط. محمد هاني برضك من ضمن اللعيبه اللي اتحطت تحت ضغط امبارح بشكل كبير. يعني صلاح محسن نفس الكلام، يعني يمكن برضك الحاجات دي يا كابتن سيد اثرت يمكن على الولاد بشكل كبير. الضغط اللي هم يمكن الكابتن عادل اتكلم على جزئيه، ويمكن بلال كمان شرح جزئيه اكتر، الحمله اللي اتعملت على النادي الاهلي من خلال الضغط الاتحاد الافريقي، الضغط اللي كان بتاع الاتحاد التونسي على النادي الاهلي، الايقافات اللي حصلت بالنسبه لوليد ازارو، انا شايف دي كلها ضغوط يعني يمكن قللت من شخصيه البطل، قللت من خبره وكيان لعيبه النادي الاهلي اللي هم بيحبوا المباراه دي يا كابتن سيد. يعني انا قعدت استرجع كده لما انتوا رحتوا السنه اللي فاتت اللي قبليها، حسام غالي كانت المباراه دي وعماد متعب مباراه يعني صيد بالنسبه له. هم اولادنا اللي عندهم خبرات زي حسام ومتعب بيحبوا يلعبوا المباريات دي، لان المباريات بيبقى فيها متعه جماهير بالشكل ده، ملعب اداء يا كابتن عادل، كوره بتتلعب. انا فاكر في يمكن مباراه الصفاقس يا كابتن سيد اللي كابتن طارق دياب اشاد باداء النادي الاهلي، ويمكن حسام غالي، وقال له انا اول مره اتفرج عليك بالنضج ده، انت كنت موجود مع البعثه يا كابتن سيد كمدير كوره، ان طارق دياب وهو بيسلمنا الكاس بيشيد بحسام غالي بيقول له فارد شخصيتك من اول دقيقه، انا اول مره اتفرج عليه بالنضج الجميل ده،
ويمكن بارك كمان ليك انت وحسام البدري وقال لكم ان كنتوا انا بحييكم على الاداء اللي انتوا اديتوه. انا عايز اقول لك ان احنا طول عمرنا بنحب المباريات بالشكل ده، لكن طبعا يمكن الظروف الصعبه والاصابات اللي ضربت النجوم اللي احنا اتكلمنا عليها كابتن عادل يا كابتن سيد يا كابتن بلال اثرت بشكل كبير جدا يا كابتن علينا في ادائنا لهذه المباراه. عدم وجود رباعي بيمثل قوه ضاربه من الخبرات وتمركز بشكل كبير جدا في الدفاع ووسط الملعب والهجوم اثر بشكل كبير جدا يا كابتن على الثلاث خطوط بالنسبه لاداء لعيبه النادي الاهلي. ما حسيناش بالروح الاستنفار الدوافع اللي كان موجود عليها النادي الاهلي، روح الفنانه الحمراء اللي احنا بنتكلم، روح شخصيه البطل ما كانتش موجوده، ودي كانت يمكن مزعله ناس كثيره جدا من اداء النادي الاهلي. يا كابتن عادل انا ممكن اخسر بطوله مش مشكله بالنسبه لي، لكن اقول للعيبه برافو هارد لك اديتوا اللي عليكم، المجهود اللي اتبذل فعلا ما قصرتوش. لكن احنا اللي مزعل الناس يا كابتن عادل يا كابتن سيد يا كابتن بلال، الناس حست النادي الاهلي ما اداش، النادي الاهلي ما كانش موجود في المباراه خلال 90 دقيقه، هو ده اللي اثر على جمهور النادي الاهلي. لكن عايز اطمنك ان جمهور النادي الاهلي واعي، عنده ثقافه وعنده من الخبرات، وعارف الناس دي ياما متعته وياما حسسته بالبطولات وياما اهو مخرجنا بك هو ده اللي انا بتكلم عليها يا كابتن سيد. البطوله اللي انتوا حققتوها، كابتن طارق دياب كان وزير الشباب والرياضه وقتها ويمكن اشاد باداء النادي الاهلي، كان وزير الرياضه برضه فعايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي زعلان، لكن خلاص قلب الصفحه هيبدا مرحله جديده، ان هو احنا عودناه على المكسب وهو عودنا على ان هو مساند بشكل كبير جدا في معظم بطولات النادي الاهلي. فان شاء الله بقول ان احنا بنتكلم على السلبيات، انا بقول لك السلبيات النادي الاهلي بسرعه، النادي الاهلي ودي ميزه نادي القرن نادي البطولات انه بسرعه كل الاجهزه بتبدا تقعد تتكلم على السلبيات الاول ونبدا نعالجها ونبدا نحط ايدينا على الاجابات عشان نبدا نوصل للخمس بطولات الباقيه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. طيب بلال عايز ابدا من بكره، عايز ابدا من بكره، النهارده 10 في الشهر، بعد 10 ايام بتواجه مباراه يعني في الحسابات الرقميه اصعب. صح يعني انت كسبان 3-1، انت كسبان متعادل هنا 2-2 في حسابات رقميه، وعايز اتعلم من امبارح، وفي نفس الوقت دور الناس الكبيره تحديدا يا بلال. طبعا يمكن الاهلي عنده مباراه صعبه جدا مع الوصل، يمكن نتيجه برضو صعبه المباراه نتيجه تجهيزك لمباراه افريقيا يعني النهائي الافريقي، وده كان وضع طبيعي يعني، لكنها خلاص بطوله ثانيه، بطوله مختلفه، بطوله برضو لابد النادي الاهلي لما بيشارك في اي بطوله كابتن سيد وانت عارف النادي الاهلي لما بيشارك باي بطوله بيبقى حريص دايما ان هو يحصل على لقب البطوله دي. مفيش حاجه اسمها النادي الاهلي بيشارك في بطوله يا كابتن عشان يبقى لمجرد المشاركه او مجرد النادي الاهلي شارك، لا، النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي في كل مباراه بتحتاج الروح، بتحتاج الاداء، بتحتاج الفنيات، بتحتاج انك انت تكسب، هي عايزه دايما تشوف اللعيبه بتاعتها وهي بتكسب، عايزه تشوف الفرحه دايما، عايزه تشوف الاداء، عايزه تشوف النتيجه. يمكن العكس اللي حصل واللي اتمناه ان شاء الله واعتقد ان هم هيبتدي مستر كابتروني يشتغل عليه وكابتن محمد يوسف يمكن الفتره اللي جايه، ازاي شخصيه النادي الاهلي زي ما اتكلمت يا سيد في الحته دي ازاي ترجع تاني، ازاي ترجع الثقه للعيبه تاني. مهم جدا الدور النفسي، يعني انا بشوف ان في جزء كبير جدا على المدير الفني او ما اعرفش بقى على المدير الفني هنا في مصر الامور دي تشتغل بشكل كويس ولا لازم طبيب نفسي. انا بشوف يا جماعه في لازم يبقى في طبيب نفسي موجود في اي فرقه، وضع طبيعي جدا. انت عشان تخرج من الحته دي بسرعه جدا لازم تشتغل نفسي اكتر منه انك تشتغل بدني او فني يا كابتن. في مديرين فنيين يا بلال بيقول لك انا اقوم بالدور ده بجد يعني، ممكن يعني ممكن فني هو عنده المقدره عايز الدور ده انا اقوم بيه، انا بقرب للعيبه، اعرف مشاكلهم، اعرف شخصياتهم، احاول احلها معاهم. بس يعني انت مش شرط تشتغل على 30 لعيب برضه هيبقى صعب بالنسبه لك، مش شرط تشتغل على 15 16 لعيب اللي انت بتشتغل معاهم هيبقى برضه صعب عليك انت النهارده، لكن يعني في كل الانديه في اوروبا خلاص طالما الكره اتطورت يبقى احنا كمان لازم نتطور مع الكره يا كابتن. يعني مش معقول الكره بتتطور واحنا برضه مش يعني واقفين زي ما احنا، لا، المدير الفني عليه ان هو يشتغل في الملعب، عليه ان هو يشتغل في التاكتكس بتاعه، عليه ان هو يشوف يحط الخطط الفنيه، ولكن الحته النفسيه دي او الجانب النفسي لازم يبقى في واحد موجود متخصص، مش عيب يعني احنا دايما بنبص للحاجات دي ازاي انت عايزين طبيب نفسي او دكتور، لا، لازم يبقى في واحد، لان عشان تخرج من حته بطوله افريقيا والنهائي الافريقي يبقى انت مغلوب وعندك بطوله ثانيه مختلفه المباراه اللي جايه بشكل مختلف بنتيجه كانت صعبه جدا على ملعبك انك عايز تكسب، محتاج تستحضر الشخصيه،
محتاج تستحضر الروح بتاعه لعيبه النادي الاهلي، محتاج برضه دور للعيبه الكبار بتاعه النادي الاهلي، وليد سليمان، عاشور، سليه، حتى الناس اللي ما بتلعب، احمد فتحي، شريف اكرامي، اللعيبه الكبيره لازم الكلام ده، خدوا خبرات كتير. انت النهارده بتتغلب، عندك ماتش بكره تاني مختلف. يمكن احنا كابتن سيد لو تفتكر كان في بطوله من البطولات، احنا غلبنا الدوري العام وكان عندنا بطوله كاس مصر، كان الكابتن خطيب كان موجود في البطوله دي، كان مشرف على الكوره، والجمهور جه للتتش وفتح الكابتن فتح الباب للجمهور، ابتدى الجمهور يمكن يعني يزوم شويه او يبدي غضبه شويه على اللعيبه، ولكن بعديها سرعان خلاص اللعيبه الكبيره كان هنا في الدور، كان وليد صلاح دين وكان سيد موجود وكان كابتن هادي خشبه وكانت لعيبه كبيره جدا، كان ليهم واقفه مع اللعيبه في الحته دي. فمهم جدا مش بس دور المدير الفني ان هو يغير الحاله النفسيه، لا، دور كمان اللعيبه اللي موجود معاك في الاوضه، اللي موجود معاك في التمرين، عليهم دور كبير جدا عشان خاطر تتنقل من الحته السلبيه للحته الايجابيه. ده اعتقد يا سيد دور مهم جدا لكل اللعيبه يعني الفتره الجايه ان شاء الله. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان كل واحد له دور، وانت كجمهور يعني سواء كنت متواجد في المدرجات او بتآزر او متعود ان انت تكون موجود في المدرجات او بتشاهد المباريات من بيتك في التلفزيون او قدام شاشات التلفزيون، ذكر نفسك وغيرك، ذكر نفسك وغيرك، هل احنا ماشيين في حاجات يعني شفناها قبل كده وبعدين اتنقلنا بنقله تانية؟ نفتكر جون ابو تريكا، ونفتكر جون ابو تريكا ده جه في 2006 على فكره، ونفتكر مباراه النجم الساحلي اللي باهداف اسامه حسني ومحمد ابو تريكا ومحمد بركات جت في 2005، بعد ثلاث سنين الاهلي ما خدش فيهم البطولات الافريقيه ولا خد حتى البطولات المحليه، بعد ثلاث سنين وبعد كده بدات سلسله من الانتصارات الافريقيه والمحليه وحتى التواجد على المستوى العالمي، بعد ثلاث سنين الاهلي ما كانش خد فيهم اساسا البطوله المحليه، البطوله الدوري، ولا كان بياخد فيهم البطوله الافريقيه، لكن يعني ساعتها اجتماعات وتحركات من خلال لجنه الكره في الوقت 2005 وتحركات كابتن محمود الخطيب وتحركات كابتن حسن حمدي وتحركات الناس اللي كانت موجوده، مهندس عادل القيعي، المجموعه كل كان على قدم وساق في تكوين مجموعه من اللعيبه قدرت انها تسيطر على افريقيا كلها. فكر نفسك وفكر غيرك من خلال كتاباتك على الفيسبوك او خلال التواصل الاجتماعي او من خلال يعني حتى دايرتك الصغيره، فكر نفسك وغيرك، لا احنا مصممين نبقى دي بدايه لعهد ان شاء الرحمن كبير جدا، بلعيبه موجوده في الوقت الحالي، بلعيبه راجعه، بتدعيم مظبوط. هو ده الدور لكل واحد موجود من الجماهير، واحنا كمان هنا في الاعلام او احنا كمان لو موجودين على شاشه قناه الاهلي لابد ان يبقى لنا الدور ده، دور المسانده الايجابيه. امبارح انتهى خلاص، خلص، وعندنا شهر ونص لحد ما يبدا يناير، عندنا شهر ونص في بطوله عربيه عايزين نكمل فيها، في سوبر مصري سعودي عايزين ان شاء الله الرحمن ناخده، في بطوله افريقيه هتكون موجوده في 15 ديسمبر باذن الله، والعوده يوم 21، واولى المباريات هتبقى في القاهره والثانيه خارج القاهره، يعني انت داخل على مرحله صعبه، وبعد كده في يناير باذن الله تعالى يبقى لنا يعني كلام وحديث اخر. فاصل ومكملين مع كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن احمد بلال. طب حدد لي يا كابتن عادل كده نقاط نمشي عليها، اوكي، ابتداء من النهارده او من بكره، النهارده كان راحه وبكره في تمرينات، في لعيبه منتخب رايحه، في لعيبه منتخب اولمبيه رايحه، هيتجمعوا بعد كده على مباراه، في مباراه يوم 20، يعني في مباراه يوم 16 الاول مع تونس، وبعدين في مباراه يوم 20 في الامارات، مصر والامارات، وبعدين في مواجهه في البطوله العربيه في الامارات مع الوصل. حدد لي الحاجات اللي ممكن يمشي عليها الجهاز الفني. في نقطتين مهمين جدا، في نقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها وهي على المدى القصير اللي هو شهر، إنما لازم كمان أبني الجزء الآخر اللي هو سياسة عامة طويلة الأجل. يبقى أنا الفترة اللي جاية ديت بدي ثقة للجهاز الفني، بناقشه من العناصر الجيدة اللي ما بتاخدش فرص، وأنا أتناقش أنت بتلعب فلان وفلان ليه ما بتلعبوش؟ هل المردود الفني بتاع الاثنين اقنعني؟ أنا كرئيس نادي كنت لاعب فز، قول لي أنت بتلعب فلان ليه وما بتلعبش فلان ليه؟ هل ده مقدم أوراق اعتماد وده ما قدمش أوراق اعتماد؟
انت بتلعب بتفضل ده على ده ليه؟ اقنعني. لان انا برضو مانيش انا راجل لاعب كوره وفاهم كويس قوي واشتغلت فنيا واداريا. وتناقش معاه رؤيتك ايه بالنسبه للشهر اللي جاي؟ انت ناوي تعمل ايه؟ هتبتدي بمين؟ العناصر القوه اللي عندك اللي كانت مستبعده هتدخلها ازاي؟ طيب الجهاز الطبي لازم يبقى فيه تقرير طبي. الناس اللي عندها العضله الضامه والفخذ والشد اللي في الفخذ الامامي والخلفي واللي ما بترجعش بسرعه انتوا محتاجين ايه؟ محتاج اجهزه يبقى على المدى الطويل، يبقى في خلال بقى 3 4 شهور ابتدي اجيب الاجهزه ديت. وانا فاكر ان انا من سنتين ثلاثه كان بيقال ان في شركه المانيه هتجيب الاجهزه ديت. فيعني دي نقطه مهمه جدا، الجانب الفني لازم يبقى في نقاش مع الجهاز الفني، ايه الحاجات السلبيه اللي هم تعرضوا ليها، ايه الضغوط اللي تعرضوا ليها، وايه وجهه نظرهم في اللاعبين. انت ليه بتستبعد فلان وفلان ده طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها، طريقه اللعب انت بتلعب ازاي، وهل الطريقه دي تناسب الفريق؟ طب البدائل ايه؟ لو ازارو مش موجود النادي الاهلي يقف، لازم يبقى فيه المدير الفني يبقى عنده الطريقه المبتكره، لان هو راجل المفروض ان انا بتعاقد مع راجل يعني عبقري في الكوره لانه بيدرب النادي الاهلي وبياخد مبالغ ضخمه، فانا بجيبك علشان لما يكون ازارو غايب يبقى هناك خطط بديله تسمح لي ان انا اوصل لمرمى الترجي بايسر الطرق. فاتناقش معاه في الامور ديت وايه رؤيته وايه الخطط اللي هو ممكن البديله. انت في احمد فتحي، طب البديل بتاعه مين؟ طب احمد فتحي هاني، هل هاني ممكن يسد في الفتره اللي جايه؟ طب احمد فتحي هيقعد قد ايه؟ النقاش في حتى في التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا. وبعدين رؤيتك ايه بالنسبه للدوري؟ انت الدوري هيبقى بعد كده كل 3 ايام في مباراه، انت هتشرك هتبقى في تشكيل ثابت ولا يبقى فيه نوع من انواع التغييرات اللي انت ممكن وتبقى محسوبه؟ ويبقى فيه نقاش باستمرار مع رئيس النادي ومع لجنه الكوره. بعد كل مباراه بنيجي نقعد مع بعض قاعده فنجان شاي، مجرد التقييم والمساعده، مش عشان اقيمه او علشان ان انا اتدخل في شغله، مش اتدخل في شغله، بس مجرد ان هو يديني رؤيته ايه، ويبقى فيه شورى. والله انا وجهه نظري ان الحته الفلانيه دي المفروض انها تتعمل. انت تاخد بيها ما تاخدش بيها ده قرارك كمدير فني وكجهاز. الحته دي مهمه جدا على المدى القصير للشهر اللي حضرتك بتقول عليه، لكن على المدى الطويل لازم من النهارده كل ما هو الصفقات الجديده، هل السوق المصري بيسمح لي ان انا اجيب ولا لا؟ طيب على المستوى الافريقي هل انا ممكن استغنى عن معلول واجيب عناصر اقوى وعناصر اصغر في السن وعناصر قويه وادفع فيها لانها هتجيب لي مردود؟ انا لما اكون علي معلول جايب لي رقم كبير، ايه المانع ان انا اجيب مكانه 2 لعيبه جامدين قوي من افريقيا؟ اجاييه ممكن جدا، شوف السن بتاعه ايه، ممكن ان انا جاي له مبلغ كبير، الكوره كده، اجاييه انا ابيعه واجيب زي ما ايفونا بعناه وبعناه برقم كبير. يبقى على المدى الطويل والاجهزه الطبيه اللي انا بقى قلتها قبل كده مع حضرتك، الاجهزه الطبيه مهمه جدا، عمليه الاستشفاء وعمليه العلاج السريع علشان اللعيب يرجع بسرعه، وكل الامور دي على مستوى الشهر اللي جاي وعلى المستوى الفتره الطويله اللي جايه السنتين ثلاثه اللي جايين لابد ان يبقى هناك خطه كل الناس ماشيه عليها بحذافيرها، قطاع الناشئين، الامدادات، ان انا بجيب العناصر اللي هي الدوليه، ما بجيبش اي حد، لان دي مهمه جدا. طيب مع كل سؤال كده هاخد الهدف الاساسي النهارده من الحلقه بتاعت ملعب الاهلي، الجمهور. في وقفتين للجمهور على طول، وقفه في النصر ووقفه في الهزيمه او وقفه في عدم التتويج. وقفه النصر بنبقى جنب بعض، يعني بنهيص بنفرح بنزقطط بنشيل كاس بنغني بنعمل كل حاجه حلوه، بنبقى واقفين جنب بعض كده. وفي وقفه اللي فيها هزيمه بتبقى واقف ورايا، واقف في ظهري، واقف في ظهر النادي، مش في ظهر شخص معين، انت بتبقى واقف في ظهر النادي. ولما بتقف في ظهر النادي الوقفه عشان تزق للامام، مش عشان يبقى فيها نوع من التهميد او نوع من الانقدادات او الانتقادات اللي ممكن ما تبقاش في محلها. ممكن يبقى في بعض الاراء الايجابيه، بعض الاشياء الايجابيه اللي تساعد ان انت ترجع من جديد، اوكي؟ فاعتقد ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا للي بقوله، واعي جدا جدا لدوره، واعي جدا للي لازم يعمله. النهارده فكر نفسك
بانتصارات الاهلي وفوز الاهلي وتتويج الاهلي، وذكر نفسك في لحظات اللي ما كانش بيبقى فيها تتويج او انتصارات، وقفتك دايما كانت بتبقى وقفه المسانده ووقفه المساعده ووقفه المؤازره، وهو ده اللي هيحصل ان شاء الرحمن لحد ان شاء الرحمن ما يبقى فيه وقت مناسب يعني نظامي بقى قيدي مقبول في شهر يناير ان شاء الرحمن. وجودت ناس مع ناس موجوده اساسا في الوقت الحالي، لعيبه متميزه ولعيبه كمان ترجع بالسلامه ان شاء الرحمن من اصاباتها، ولعيبه يتم تدعيمها باذن الله تعمل فرقه زي ما ذكرت في الاول من 2005 او جيل 2005. كابتن ماهر ناخد برضو راي حضرتك في الايجابي من الغد ان شاء الرحمن. بص يا كابتن سعد، يعني عايز اقول لك ان احنا نسترجع كده ايامنا كان حصل لنا اخفاقات، واخد بالك، حتى في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. يمكن احنا اول بطوله افريقيه حققناها 82، قعدنا 4 سنوات يا كابتن عادل بنخسر في الادوار التمهيديه، دور ال 16 وال 32 ونوصل لدور الثمانيه وبنخفق. يمكن وقتها كان عندنا مشاكل نمره واحد، يمكن كان الخبرات، عدد يمكن اعمار السنيه كانت بين 22 و 23 سنه. النقطة الثانية ان احنا كنا بنقابل فرق كلها ليها باع كبير جدا في افريقيا وعندها نجوم دوليين على اعلى مستوى. قعدنا نستمر ونحتك ونخفق ونقوم ونقع ونقوم، وجمهورنا بيسندنا لحد ما وصلنا ل 82 كانت الانطلاقة. سنة 82 كنا نضغنا 16 لعيب على اعلى مستوى زي ما السيد بيتكلم، كانوا موجودين بصفة اساسية، اللي على الدكه لعيب دولي، اللي دخل الملعب لعيب دولي. اول بطوله حققناها كانت ضد كوتوكو كانت 82، كانت انطلاقه للبطولات الافريقيه في خلال هذه الفتره. فعايز اقول لك ان الاخفاقات يا كابتن سيد بتبقى مع الفرقه الكبيره اللي زي النادي الاهلي، بيبقى كل الفرقه عايزه تلول منه لانه ده بطل افريقيا وبطل العرب وبطل اسيا، فبيبقى كل التركيز على ان انا عايز انول من هذا البطل ان انا اكسبه او اخد منه بطوله زي ما احنا بنشوف. الصراعات بتبقى قويه على النادي الاهلي. اول حاجه كابتن سيد بيحصل ان الاجهزه اللي بتدير المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي، مجلس اداره الاشراف مع لجنه الكوره، بتبدا تحط ايديها على طول مع الجهاز الفني، بيحصل سبورت بشكل كبير، وده اللي هيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب من خلال النهارده هو ولجنه الكوره، المسانده الفعاله للجهاز الفني. احنا يهمنا جدا ان احنا نحافظ على هذا الجهاز اللي بدانا بيه المشوار الافريقي من البدايه، راجل حقق مباريات وفوز بشكل كبير، وصل للنهائي مع الترجي. فانا عايز اقول رقم واحد احنا ما بنضحيش بالجهاز، واخد بالك، اللي احنا شايفينه بيشتغل، او ما بنضحيش بالجهاز اللي هو بيبدا يحط ايده على كل الخطوط العريضه. فانا شايف ان ثقه مجلس الاداره ومع لجنه الكوره نمرة واحد ان احنا نحافظ على هذا الجهاز. نمرة اتنين لازم نقعد مع اللعيبة ونشوف اللعيبة دوافعها ايه وهدفها ايه، نطلعها من حتة الحزن اللي هي طبعا عايشة فيه، ان كل اللعيبة زعلانة وكل اللعيبة متضايقة ان هي كانت نفسها تحقق بطولة، لان البطولة دي بالنسبة لها انجاز وهيتكتب اسمها في التاريخ. فاللعيبة برضك في حالة من الحزن، لازم اطلعها من هذه الحالة زي ما الكباتن اتكلموا على الجانب النفسي، يعني زي ما بلال قال وكابتن عادل، ممكن يكون في معد نفسي، واخد بالك، يقدر يطلع لنا اللعيبه من الحاله النفسيه او من الحزن، مع طبعا القياده الفنيه اللي موجود عليها هؤلاء اللاعبين. اللاعبين بقى كابتن سيد ودورهم، لازم اللعيبه يا كابتن سيد تبدا تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا، لازم اللعيبه تتمرن بانتحار، لازم اللعيبه تبعد عن كل مؤثرات ممكن تاثر عليهم من الحالة الذهنية أو الحالة المزاجية. اللعيبة الكبار احنا بنتكلم عليهم الثلاثة أربعة لعيبة الكبار، الكباتن لازم بقى لهم دور في الإعداد ده، إن هم يساندوا لعبتهم ويشدوا من نظرهم على أساس إن احنا نرجع تاني. وأنا بقول لك ده هيبقى موجود، ده هيبقى موجود. وكل ما هطرح سؤال هرجع بالهدف الأساسي. هسمع حاجة أنا وأنتوا والكباتن، ما يهمنيش هي كانت قبل الماتش ولا بعد الماتش ولا السنة دي ولا السنة اللي فاتت ولا السنين اللي فاتت، لأنها دايما متكررة، بتبقى موجودة في اسكندرية، بتبقى موجودة في عابدين، بتبقى موجودة في الجزيرة، بتبقى موجودة في الصعيد، بتبقى موجودة في البحيرة، بتبقى موجودة في الفيوم، بتبقى موجودة في الجيزة، بتبقى موجودة في القاهرة، بتبقى موجودة في كل مكان. الصورة والصوت اللي هنسمعه من شوية أو هسمعه دلوقتي ده متكرر على طول، قبل الماتش أو بعد الماتش ما يهمنيش، لكن هو ده اللي أنا عايزه دايما في الفترة اللي جاية. Yeah.
وقتك تبقى مساند للفريق، وقتك تبقى دافع قوي للفريق، تبقى ايجابي للفريق. ذكر نفسك، هقعد اعيدها، ذكر نفسك بايام الانتصارات والتتويج والفوز، وذكر نفسك كمان لما كان بيبقى فيه اخفاقات او عدم تتويج، بتبقى ورا الفرقه مساند ازاي. جيل 2005 انا متاكد هيرجع من خلال اللعيبه اللي موجوده والعناصر المتميزه اللي موجوده والناس اللي مصابه، وهترجع والتدعيم اللي هيتم في يناير باذن الله. حاجه مهمه جدا يا بلال قبل ما اخد رايك في الموضوع ده، خاصة بصالح جمعة. صالح جمعة له تصريح دلوقتي بيقول: انفطر قلبي والندب يأكلني، أعطوني فرصة وسأقاتل من أجل الأهلي. أقوله مرة تانية، ده تصريح لصالح جمعة: انفطر قلبي والندب يأكلني، وأعطوني فرصة وسأقاتل من أجل الأهلي. أنا اللي هقول لك يا صالح، أنا على المستوى الشخصي أعرفك كويس جدا جدا، شخص طيب جدا جواه قلب أبيض، لكن لازم تغير كل الوشوش اللي حواليك يا صالح، غيرها. دي نصيحة أخ كبير. غير لو عايز تاريخ وعايز مستقبل يليق بإمكانياتك وقدراتك، مش بتفكيرك، وأنا صريح جدا معاك، مش بتفكيرك، يليق بقدراتك وإمكانياتك. غير كل الوشوش اللي حواليك، ما تشوفش غير صالح جمعة بس، ما تشوفش غير مستقبل صالح جمعة بس، ما تشوفش غير نجومية صالح جمعة بس. عندك إمكانيات قريبة كتير جدا جدا من نجوم كبيرة جدا في الكورة، من نجوم كبيرة عملت لنفسها تاريخ وأساطير وسيفي وبطولات وإنجازات وفلوس وحاجات كتيرة جدا في عالم الكورة. أنت أولى بيها، أنت وأسرتك اللي جاية، سكانت الصغيرة ولا الكبيرة. أنت يا صالح اللي محتاج تغير الوشوش اللي حواليك، وأنت اللي قادر أن أنت تخلي نفسك في مكان كبير جدا جدا، وأنت اللي قادر أن أنت تبعد عن كل الناس بنجوميتك أو قدراتك أو إمكانياتك أو مهاراتك. غير كده ما تلومش حد غير نفسك. كل الناس بتساند وبتساعد في إطار الممكن. الأهلي ما بيقفش على حد وما بيستناش حد، يصبر على حد، لكن في النهاية اسم الأهلي هو اللي بيفضل يا صالح. دي رسالتي ليك. طب كويس قوي، معايا على التليفون صالح جمعة. صالح يا عم، خدت من وقتي حوالي 3-4 دقايق وانشغلت واتحمست. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني. انت اتحمستني يا كابتن. سنتين ماشي. اخبارك ايه؟ تحيات كابتن عادل وكابتن بلال وكابتن ماهر. تحياتي لضيوف حضرتك كلهم يا كابتن. صالح، ليا تصريح دلوقتي، ايا كانت القرارات في العوده او الاستمرار في التدريبات او الاتصالات اللي دايره ما بينك وما بين الجهاز الفني، لكن انا كنت معاك وعارف كويس قوي الامكانيات والقدرات اللي كانت قدامي وبشوفها، وكتير جدا بقول يا خساره لو ده كان موجود بشكل كبير مع النادي الاهلي في حاجات كتيره وفي بطولات كتيره وفي ماتشات كتيره. يا صالح، انت الوحيد اللي قادر تعمل كده، انت الوحيد اللي قادر مع نفسك. وقلت كمان من شويه انت اللي محتاج تغير كل الناس اللي حواليك او الوشوش اللي حواليك يا صالح عشان توصل لحاجه. انا متاكد من القدرات اللي عندك وامكانياتك يا صالح. اتفضل. مظبوط يا كابتن، زي ما حضرتك اتكلمت وانت يعني انت معايا من فتره جدا، لكن زي ما قلت قبل كده يا كابتن ان انا فعلا خلال الفتره اللي فاتت كان النادي الاهلي هو اللي محتاجني ومحتاج ان انا ابقى موجود مباريات وكل الكلام ده، لكن هي ظروف انا اتحطيت فيها فطلعت واتكلمت ان انا الفتره دي يا كابتن انا اللي محتاج النادي الاهلي تمام، وانا اللي محتاج ان الناس المسؤولين في النادي الاهلي تقف جنبي، ومحتاج ان انا اخد فرصه تمام، لان انا من وجهه نظري يا كابتن ان انا شايف ان دي ممكن تبقى اخر فرصه ليا تمام. فطبعا زي ما انت حضرتك فعلا بقى اخر فرصه، وفعلا انا خلال الفتره اللي فاتت كان لازم اتحط في موقف زي اللي اتحطيت فيه خلال الفتره اللي فاتت عشان ارجع وعشان خاطر افوق باللي انا فيه وعشان خاطر ابقى عارف اعمل ايه كل الكلام. فده اللي انا قلته لحضرتك قبل كده ان انا فعلا يا كابتن فعلا كنت بمر بظروف حضرتك اعلم بيها طبعا، لكن الحمد لله الواحد دلوقتي تفرغ تماما للتدريبات وان هو يبقى موجود، واتمنى فرصه في يناير في النادي الاهلي ان انا متمسك لاخر لحظه ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي في منتهى الامانه. طيب ايا كان القرار، في اتصال مثلا يعني بتروح النادي، حد من الجهاز كلمك، حد متابع معاك؟ اتصال دايما يا كابتن مع الكابتن محمد، بكلمه بيس دايما وبتواصل معاه دايما، لكن خلال الفتره اللي فاتت هو طبعا ما كلمتوش خالص لان هو كان مشغول طبعا بالمباريات والسفر، وكان السيمي فاينل وبعد كده مباراه الترجي تمام، لكن ان شاء الله باذن الله ابقى متواجد بالثلاث في النادي ان شاء الله، هقعد معاه باذن الله وعشان هو يقول لي ان احنا ايه اللي هيتم اللي هيحصل اللي موجود في النادي يوم الثلاث اول ما يرجعوا ان شاء الله بالاجازه. يعني انت هتقعد مع كابتن محمد يوسف يوم الثلاث ان شاء الله الرحمن؟ ان شاء الله باذن الله. طب الفتره اللي فاتت كلها مواظب على تدريبك، بتتمرن يعني؟ مواظب طبعا على تدريبي. كابتن بزار فرصه ان انا ابقى موجود في الملعب، اظهر ممكن ان انا النهارده
فاهم ومتفاهم ان ممكن تجي لي مكالمه من كابتن محمد يوسف من حد المسؤولين في النادي الاهلي مره تبقى موجود كل الكلام ده فابقى جاهز بدنيا بشكل كويس معاهم. كل الكلام ده انا كنت حاطه في حسابي فبتمرن بشكل جدي بتمرن خلال الفتره اللي فاتت كتير جدا وجاهز يعني حتى الناس في الاهلي هتشوف الكلام ده. طيب انا وانا بتفرج دايما على اللاعب يعني في ساعات بتاخدك كده احساس حلو وجميل جدا وانت بتتفرج على التدريب تعمل تلاقي واحد عمل حاجه غريبه قوي تعمل حاجه عجيبه قوي. الحاجات دي كنت بشوفها في صالح طبعا كنت بشوفها في نجوم مع في النادي الاهلي لكن من الناس اللي بشوف فيها حاجات تمتعك وانت بتتفرج يعني صالح جمعه كل ده بيبني بيدي لك حاجه او بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا يا صالح فخلي بالك خلي بالك من نفسك وانت قادر ان شاء الرحمن ترجع نفسك يا صالح ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك بجد زي ما حضرتك اتكلمت معايا ان الموهبه لوحدها مش كفايه وزي ما حضرتك قلت لي قبل كده كنا رايحين معسكر واتكلمت معايا في نقطه ان حب الناس ده حاجه بتاعت ربنا ما تفقدهاش ان في ناس يعني بتبقى عايزه تدفع فلوس كثيره جدا وبتعمل حاجات كبيره جدا وبتعمل قصص كبيره جدا عشان تكسب حاجه زي كده فانت قلت لي ربنا مديك الحته دي ما تخسرهاش ده اللي انا بحارب عليه يا جدع. طيب اتفرجت على اللقاء امبارح يا صالح شفته ازاي؟ تمنيت تكون موجود كنت يعني اديني ايه اللي احساسك او شعورك؟ اتفرجت طبعا يا كابتن على مباراه امبارح ولكن طبعا يعني حزين على مباراه امبارح وحزين على الاداء وحزين على يعني انا توقعت ولعبنا مباريات كثيره جدا خسرناها هنا قدام الترجي في القاهره وكنا بنحقق نتائج سلبيه في القاهره كنا بنروح نكسب هناك فما كنت يعني قلت اول مره نكسب في ترجي هنا في القاهره بنتيجه كويسه اعتقد ان احنا يعني ضمننا البطوله بنسبه 90% لكن فوجئت طبعا فوجئت بالاداء فوجئت بالنتيجه يعني بمنتهى الامانه كابتن حزين على ضياع بطوله سهله زي دي وتمنيت في نفس الوقت ان انا ابقى موجود تمنيت ان انا المباراه دي ابقى موجود فيها لكن طبعا لما كنت بشوف ان انا ببقى موجود وشفت ناس ثانيه يا كابتن حضرتك عارف ان هي كانت بعيده واحنا موجودين والنهارده هم اساسيين وبيلعبوا نهائي البطوله تمام؟ هم اجتهدوا يا صالح هم اجتهدوا وصبروا والتزموا وراحوا وجم ده الدور بتاعك بقى انت قلت من ست شهور من ثمان شهور كان في ناس بعيده جدا النهارده سبحان الله ست شهور في ثمان شهور ناس اجتهدت فعلا اجتهدت ممكن البعض ما يبقاش عنده الموهبه الكافيه لكن اجتهد عمل اللي عليه خد الاسباب فربنا كرمه النهارده بيلعب نهائي افريقيا وموجود وانا قاعد بتفرج من بره فكل الحاجات دي كابتن صدقني انا فاهمها كويس كل الحاجات دي بتغير فيها حاجات كثيره وكل الحاجات دي كابتن بمنتهى الامانه يعني بتزعلني ولكن انا باخدها بطريقه ايجابيه ان بالعكس انت شفت ان الناس دي ممكن تبقى اقل منك موهبه لكن اكثر منك عطاء طيب. فانت الموهبه لوحدها مش هتبقى موجوده لكن فكرت في نفس الوقت ان انا بمنتهى الامانه كابتن ايه لما ربنا بقى بيديك موهبه وزي وتعمل زي انك تجتهد وتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب اعتقد يعني كابتن يعني كنا جبنا البطوله دي بسهوله. طيب كفايه اللي راح منك يا صالح، كفايه اللي راح منك كاس عالم، كفايه اللي راح منك لعب اساسي ونجوميه في النادي الاهلي في المشوار في السنين اللي فاتت، انا حاسس من نبره صوتك لاول مره احس ان نبره صوتك بنبره ايجابيه جدا 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 يا صالح. بالظبط كابتن انا الفتره اللي فاتت بمنتهى الامانه عشان ما اطولش على حضرتك بمنتهى الامانه اتحطيت في مواقف كثيره جدا المواقف دي انا خدتها بطريقه ايجابيه مواقف الحمد لله ان هي حصلت خلال الفتره دي الحمد لله ان هي حصلت في سن صغير تمام وزي ما حضرتك انت عارف لما بتكلم وخلاص وحضرتك عارف لما بتكلم ببقى واخد قرار فبمنتهى الامانه بنتظر مش هقول لك فرصه لان انا خدتها كتير يا كابتن مبالغ انا بنتظر ربع فرصه بس كابتن ربنا هو المطلع على نيتك ومدى جديتك يا صالح فلو فيها جديه هيكتب لك ان شاء الله الرحمن باذن الله وربنا ندعي لك كلنا ان يكتب لك النجاح باذن الله ويكون قعدتك مع كابتن محمد يوسف او الجهاز الفني على حسب ما يقرر الجهاز الفني كابتن وكابتن محمد يوسف وانا من ناحيتي هساعدك انا هحاول اشيل يوم الخميس من النتيجه يوم الخميس ده لو اتشال باذن الله هتبقى زي الفل يا صلاح شكرا حبيبي يا صلاح انت فكاهه شكرا صلاح انا بحبه جدا والله جدا لانه جواه ابيض رغم ان مره صلاح لكن في النهايه جواه ابيض جواه انسان ابيض فيا رب ان شاء الله الرحمن
باذن الله يكتب له النجاح. عايز تقول حاجه كابتن في المنطقه دي او مين اللي كان عليه الدور؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن عادل. ناس الموهبه دي ربنا خص بيها صالح. صالح كلنا بنتمتع واحنا بنشوفه وهو بيأدي. فلما الموهبه دي ربنا اديها لك عشان تستثمرها وتسعد الناس بيها انت بتبخل عليها وبالتالي ممكن بتتاخد منك الناس. لا انا ما اعرفش طبعا، ما بتكلمش على صالح، لكن اي نجم لو راحت منه النجوميه وراحت منه الامور الماديه الناس اللي حواليه دول هيعملوا فيه ايه؟ انا شفت مره نجم زمان وانا في قطاع الناشئين زمان وانا بدرب كان المفروض يجي معايا ما جاش لانه كان يعني في لمه كده حواليه كل ليله سهر في اماكن معينه. بعد ما خدوا منه كل حاجه النجوميه وخدوا منه الامور الماديه سابوه مرمي في الشارع، المصران بتاعه انفجر وما يعني لم يكلفوا نفسهم انه يودوه مستشفى. بقول لوائل، بقول لجمعه، يا جمعه انت قصرت مع نفسك لكن النبره اللي احنا سمعناها كلنا دلوقتي حاسين ان انت راجع، وان انت لما هترجع عايزين ابو تريكه جديد. يعني انت يعني شويه جهد شويه هتبقى زي ابو تريكه باذن الله تعالى. انك كوره في دماغك وعندك الموهبه بتجيب الاهداف، بتصنع اهداف، بتدافع كويس وبتهاجم كويس، والحته دي النادي الاهلي محتاجها. فانت النادي الاهلي ممكن جدا يعني يجيب غيرك، لكن انت اللي محتاج النادي الاهلي وانت صحيح. اللي محتاج جمهورك. رجاء رجاء يا ابني، رجاء يا ابني ارجع، ارجع لبيتك، ارجع لبيتك وما تستغناش عنه، لانك انت لما بتخرج بره النادي الاهلي كانك خرجت زي السمكه كده بتطلع من الميه بتموت. رجاء ارجع بسرعه، كلنا بنحبك وكلنا محتاجينك. انا اول يعني انا اتكلمت مع صالح كتير قوي، بس نبره صوته ديت النبره دي انا مصدقها، والنبره دي فيها ايجابيه، ودروس الماضي كانت كتير جدا. الحاجات اللي خسرها صالح في الحاجات في يمكن في السبع ثمان شهور اللي فاتوا ده تحديدا كتير جدا. يكفي ان هو ما لعبش كاس عالم رغم من تواجده في اهم مباراه وصلتنا لكاس عالم اللي هي مباراه الكونغو، تمام؟ فاعتقد ان الدرس كان قاسي واتعلمه ان شاء الله الرحمن يا كابتن. ده اتمنى كابتن سيد واولادنا والنجوم دول بالذات الموهوبين يعني احنا محتاجينهم. لكن زي ما كابتن عادل بيقول لما بيبدا يخرج بقى والصحبه اللي حواليه بتبدا تلعب في دماغه، اتمنى هو يبعد عن كل الكلام ده ويسلم نفسه بقى للنادي الاهلي يا كابتن. يعني يسلم نفسه للكره اللي هو بيحبها، اغلى حاجه بالنسبه له، احلى حاجه بالنسبه له الكره اللي هو بيعشقها وبيحبها، وربنا مديله موهبه. فمحتاجين ان الموهبه دي ان احنا نشوفها. محتاجين يعيش في ملاعب اكتر من 10 سنين 15 سنه، يخليه طماع يعني كل ما ربنا يكرمه وكل ما يقدر يامن نفسه مستقبله ومستقبل ولاده يا كابتن سيد. فلازم اللعيبه تفكر بشكل احترافي اكتر من كده يعني. شرح عايز تقول حاجه في المنطقه دي يا بلال؟ بس عايز اقول ان هو الوحيد اللي يقدر يحكم على القصه دي هو صالح جمعه. مهما اديته من حوافز خلاص، مهما اتكلمت معاه يا كابتن، هو خلاص الوحيد اللي يقدر يقرر الحته دي. هو يمكن عجبتني حاجه بس في كلامه، حاجه مهمه جدا، قال ان فات وقت كتير جدا. دي حقيقه فعلا، في عمر اللاعب قصير جدا في الملاعب، فكون ان هو مقتنع يا كابتن ان هو فات وقت كتير جدا او ضايع وقت كتير جدا، ده معناه ان هو فعلا ابتدى يفكر بايجابيه. يعني لازم يكون سيريس مع نفسه، لازم يكون حاسم مع نفسه. بعض الامور انت موجود في النادي الاهلي النهارده، ممكن بكره ما تبقاش موجود في النادي الاهلي، وفي امثله كتيره جدا عدت. لعيبه كتيره جدا كان عندها فرصه ان هي تبقى نجوم ومشت، ولعيبه اجتهدت وبقت نجوم برغم من الامكانيات القليله، ولكن تبقى الروح والجديه والاصرار والعزيمه هي الاسلحه اللي لازم عشان تتواجد في النادي الاهلي. لازم تكون عندك الاسلحه دي. النادي الاهلي مش بس مهارات، النادي الاهلي مش بس امكانيات، النادي الاهلي امكانيات، مهارات، اصرار، اخلاق وعزيمه. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو هي دي شخصيه اللعيب، شخصيه اللعيب، هي دي شخصيه اللعيب بالظبط. عشان كده انا قلت بلان، معلش انا بقطعك، دي قلت يعني ممكن تخسر لقب، يعني برشلونه بجلاله ادرو بتفسر. بميسي بكونتينيو بسواريز بكل النجوم ديت خسروا من روما 3-0 صح 3-0 لكن انا بتكلم ان انت وانت بتتفرج على لعيب تقول ده لعيب الاهلي صح. يعني ده لعيب الاهلي، واقف، شخصيه، المواجهه، الاصرار، الظهور في الملعب مهما كان، بتلعب النهائي، بتلعب كاس العالم للانديه، بتلعب قدام ريال مدريد، بتلعب قدام بايرن ميونخ، بتلعب قدام كل دول لعبنا قدامهم، وانت شخصيتك بتغلبك، امكانياتك وقدراتك وثقتك في نفسك واللي حواليك بتغلبك، فبتبقى متواجد، بتساند الزميل، بتنقض على لاعب، بتضغط على لاعب، بتحول على المرمى، شرس في الضغط. يعني انت بتبقى رايح مثلا على واحد اكنك هتاكله، يعني خمسه سته ورا بعض كده بتبقى حاجه تخوف. هي دي شخصيه الاهلي اللي كنا بنتكلم عليها. ما هي دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها. الاهلي اوقات كثيره جدا الاهلي ما بيوجدش، يعني ما بيلعبش ما بيظهرش فنيات عاليه اوقات كثيره جدا يا كابتن، ولكن بيظهر روح عاليه جدا، روح قتاليه،
بيظهر التزام، بيظهر اخلاق داخل الملعب. عشان كده الاهلي دايما مميز بالبطولات. البطوله انك تلعب من الدقيقه 1 للدقيقه 90، تلعب بمهاره، تلعب بامكانيات، تلعب بجهد كبير، تبقى ملتزم داخل الملعب. عشان كده في الاخر خالص بتوفق ببطوله. غير كده ما اعتقدش ان الامور هتبقى مظبوطه. يعني مش الدقيقه 90 بقى، الدقيقه 96. ما اقصدش، قصدي يعني الجمهور بتاعك بقى ايه، الاجانب ان هو ما بيصبرش يبقى عنده ثقه فيك، دي حقيقه، فبيقعد لاخر دقيقه. صح، الدقيقه 96 متعب يطلع ويروح حاططها وديد يلعبها له تاخد الكونفدراليه. صحيح، مظبوط. فالجمهور الى جانب ما بيصبرش، لكن عنده ثقه كبيره قوي في النادي الاهلي، سبورت بشكل كبير جدا. عنده ثقه عمياء، لان على مدى تاريخ النادي الاهلي في الدقيقه اللي بعد ال 90 كل البطولات بتيجي الجمهور. اللي انت اشرت عليه ده دي شخصيات، ودي عزيمه، وده اصرار، ودي ثقه، وده مسانده، ودي يعني مؤازره، وده تشجيع، وده كل حاجه. رايح ونايم ببطاطينه، باكله، بشربه، بتعبه، بكل حاجه عشان يساند فريقه. الصوره دي تتدروز وتتحط في النادي. عايزين نقول له اسمي، بقول لك كابتن سيد، كابتن سيد، دي الصوره دي تتحط في اوضه اللعيبه. صحيح، واللي بيذاكر في الملعب كمان. بنقول لهم احنا اسفين يا كابتن سيد، بصراحه متاسف لهم يعني. 100%. الصوره زي اللي تتحط في اوضه اللعيبه يا كابتن. والله العظيم. قد يكون الاستعدادات خلال القايمه اللي فاتت الافريقيه يعني كانت ضيق وقت شويه، يعني بتتكلم في انتخابات، بتتكلم في شهر يناير مطالب بعد انتخابات على طول بثلاث اربع اسابيع ان انت يبقى في قايمه افريقيه، مطالب كمان حتى في الانتقالات الصيفيه ان انت عندك حوالي 24 او 25 او 26 لاعب مقيد في افريقيا، ما لحقتش تجيب حاجه. كل دي ممكن يتقال، لكن اللي جاي احنا لسه على بياضه، احنا لسه الموسم ما ابتداش، ولسه القائمه الافريقيه لحد دلوقتي لم ترسل، وعندنا موسم افريقي مختلف تماما عن كل المواسم. كل المواسم كوم وده كوم، كل المواسم حماده وده حماده تانية خالص، اللي هو القائمه الافريقيه. لان انت بتتكلم في 5 شهور تبقى بطل افريقيا، 5 شهور تبقى بطل افريقيا، يعني عيد العيد الصغير يجي ان شاء الرحمن واحنا بنبارك لبعض ونعيد لبعض على بطولة افريقيا وعلى العيد باذن الله. هو ده العهد اللي المفروض تاخدوه، وهو العهد المفروض يبقى بيننا وبين بعض باذن الله. فاصل بقى وبعدين نخش في مباراة الدوري، الزمالك والانتاج الحربي وسموحة والجون. نخش بقى الفعاليات الاسبوع ال 14 ومباراتين النهارده، الانتاج الحربي مع الزمالك على استاد السلام، جمع ما بين الزمالك والانتاج الحربي، وتفوق الزمالك عن طريق يوسف اوباما بهدفين في الدقيقه 16 والدقيقه 84، وكان محمد رجب احرز هدف الانتاج الحربي في الدقيقه 94. اللقاء الثاني جمع ما بين سموحه والجونه على استاد الجونه، والتعادل الايجابي 1-1. كابتن عادل، نتكلم على المباراه الاولى، الزمالك والانتاج الحربي. المباراه كانت البدايه متكافئه، فرص الانتاج كانت اكتر. جنش احسن لعيب في اللقاء او ابرز لعيب في اللقاء، وبعدين في كره خطا من خط الظهر، سيرد باك بيلعبها في وسط الملعب، حصل نوع من الانفراد، لعبت كويس جمله كده ما بين كهربا وما بين اوباما، احرز منها هدف نتيجه خلل في التنظيم الدفاعي، قلبي الدفاع. والجول الثاني برضه نفس القصه، برضه خلل في عمليه التنظيم الدفاعي. وعلى الرغم من الانتاج جاله ضربه جزاء في الشوط الاولاني، الا انه شديد الحقيقه لعبها ضعيفه في ايد جنش، وجنش استطاع ان هو يحرز ياخد الجول، يعني يصد الجول. الشوط الثاني كانت 1-0 على فكره، كانت تبقى 1-1، كانت تبقى 1-1، ومع ذلك الانتاج كان هو اهي قدامنا اهي. بص بقى، سؤال مش بريء، بص جنش مش واقف على الخط، خلي بالك الكره ما بتشططش لحد دلوقتي، سؤال مش بريء. والتانية برضه كده على فكره، والتانية كده، التانية برضه طلع بره خطوتين برضه ثلاثة. بس خلي بالك 90% او 99% الحكم ما بيحسبهاش على فكره. بس خد بالك يا سيد، يعني المسافه كبيره. اللعبه ما بتقولش، لا ما اقصدش، ممكن اللعبه تتعاد على فكره. لا ممكن اللعبه تتعاد، ممكن يبقى مثلا المسافه يعني يارده، انما ما يطلعش ياردتين ثلاثه كده، والدتين بدري قوي كده. الحكم واقف ازاي
والحكم الرابع بس ما خلاك هو اللي انا اللي بستغربه لا اللي بستغربه اه الحكم الخامس بص 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 اللي بستغربه هو الحكم الخامس دي حتته هو يعني محمد عادل هو نجم اللقاء طبعا الحكم محمد عادل نجم اللقاء يعني اليوم اللي يتحسب على الزمالك ضربتين جزاء تتصد واحدة منهم تتصد ده ايه الحظ الذكر ده يعني اليوم اللي يتحسب ضربتين جزاء اليوم اللي يتحسب ضربتين جزاء ده ما بي ده يعني لازم الناس تبقى عارفاه كده يعني يوم كام النهارده كام 10 نوفمبر 2018 ضربتين جزاء على الزمالك دعابه يعني اتفضل يا كابتن الشوط الثاني الحقيقه انا متابع فريق الانتاج اداؤه شبه ثابت وقوي جدا من بدايه الموسم يمكن الماتش اللي فات والماتش ده مش ده الاداء بتاع الانتاج اداء الانتاج فيه روح قتاليه في لعب جماعي بس النهارده كانوا عندهم يا كابتن ده ضيعوا كميه فرص في مظهريه شويه محمد كابتن. رجب محمد رجب يعني وكان في احمد حسام لا او حاجه كده لا 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 لعب كويس لعب كويس بس بس اناني قوي يا كابتن في اكتر من كوره ممكن كان بدل ما يشوطها في العارضه القريبه كان يلعبها بالعرض الزميل والشوط الاولاني اكتر من كوره عنده الستارت في السرعه يا بلال رهيب هايل رهيب هو بس اللعب الجماعي لا لا الانتاج لا لا بيتميز لا لا باللعب الجماعي صح النهارده ما كانش فيه الاداء الجماعي ده كان فيه نوع حتى البساطه التمريريه كان فيها مقطوعه كريم لولا كريم لولا كريم الحقيقه ضربه الجزاء الثانيه طبعا ريعو طبعا دخل حطها بقوه وانا يعني بقول للانتاج الحربي انتوا ادائكم المفروض اقوى من كده والروح القتاليه عندكم اكتر من كده فان شاء الله ترجعوا مره ثانيه بسرعه لان ماتشين ورا بعض خساره دي ما احنا مش متعودين عليها وربنا يوفقك في المره الجايه ان شاء الله اوكي كابتن ماهر شفت الماتش ازاي بص يا كابتن سيد هو كابتن مختار دي السنه الثانيه على التوالي بيتولى مهمه الاداره الفنيه واضح ان مختار من المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا طبعا في الدوري الممتاز وصنايع بلغه الكوره يعني طبعا تحس زي ما كابتن عادل قال كده ان فرقه الانتاج من الفرق اللي عندها كابتن شكل منظم داخل الملعب عن طريق الجانب الدفاعي بيقدروا يرجعوا نص ملعبهم بيقفلوا بشكل جيد ودي حاجه بتحسب لكابتن مختار ان هو علم الولاد دول يا كابتن الولاد دول معظمهم 23 سنه 24 سنه صغيرين في السن لكن طبعا خبره المدير الفني في شغله وادائه بيبان ان شكل الانتاج من بدايه الموسم ان هو منظم في الحاله الدفاعيه بيرجع نص ملعبه بيقفل على الاطراف ثلاثه بنص الملعب بيبقوا قريبين من ثلاثه نص ملعب الخصم الاربعه اللي ورا في التوازن واحد بيمسك راس الحربه والثاني عامل عمق دفاعي لما بينقلوا بقى للحاله الهجوميه كابتن سيد بتحس كده ان في فعلا فرقه يعني بتعرف تشتغل صح عنده مجاميع بيشتغل عليها بشكل كبير جدا من ناحيه الاطراف عنده السيد الشبراوي مع محمود حماده مع كريم لالا اللي انت ذكرته كريم لالا ده من اللعيبه المهاريه كابتن عادل بشكل رهيب يا بلال عنده من السرعات وعنده من الاختراقات وعنده من المهاره لكن الحته الاخيره عنده لسه نتيجه ان هو يعني الكابتن مختار بدا يشركه النهارده يمكن اول مره كريم لالا ياخد المهاره من اولها لكن كان بيبقى الكابتن مختار بيدفع بيه صغير في السن يا كابتن هو صغير في السن 24 سنه طبعا يعني فوق السن يعني فكان كابتن مختار بيشركه في معظم المباريات قبل كده في بدايه الشوط الثاني في اخر بساعه اخر تلت ساعه لكن لما حس بدا ينضج وبدا يكتسب من اللياقه البدنيه والتكتيكيه بدا يضيفه بشكل جيد عنده كمان محمد عادل من اللعيبه المميزه قوي في نص الملعب عنده محمد عبد العزيز موسى محمود حماده احنا شفنا محمود حماده النهارده عمل واحده كابتن عادل اللي جت في العارضه في بدايه الشوط الاولاني لو جت جوله كابتن سيد كانت ممكن تفرق صحيح. بشكل جيد عايز اقول لك احمد شيدي ناوي ومحمد عادل ومحمد مسعد كمان عاملين جبهه ناحيه الشمال يا كابتن عادل مميزه بشكل كبير محمد مسعد كمان من اللعيبه المهاريه بشكل كبير مهارية لكن عنده حته سبب في ضربه الجزاء الاولى حته الانانيه شويه لو قدر ان هو يعني يخلص منها هيبقى لعيب على اعلى مستوى الشوط الاولاني طبعا يمكن اضاعه ضربه الجزاء شديد قناوي اثرت بشكل كبير يعني لو جت كانت دخلت نادي الانتاج الحربي ورجعته تاني مره شديد ليه يا شديد ليه يا حبيبي ليه شديد ليه تخش على ضربه الجزاء تسيبها لغيرك حبيبي لكن نادي الزمالك استغل بقى طبعا يمكن مكسبه لمباراه الكاس واضح ان كعبه بقى عالي عن نادي الانتاج النهارده برضه بيكسب
هدفين في الشوط الثاني. لا الزمالك فرقه كويسه، الزمالك عنده عناصر كويسه جدا السنه دي، الزمالك بدا يبقى عنده تجانس بالنسبه للتشكيله وبالنسبه للاداء. معظم لعيبته يمكن يوسف امام من لعيبه كهربا، من لعيبه برضك ابراهيم حسن، حتى البدلاء اللي نزلوا محمود عبد العزيز، طارق حامد في نص الملعب عاملين قوه ضاربه بشكل كبير جدا للنادي الزمالك. اوكي بلال. بص يا كابتن سيد، المباراه يمكن النهارده مباراه شوطين، الشوط الاول نادي الزمالك سيطر بشكل كبير، سجل هدف، اضاع اكتر من فرصه، استغل المشكله اللي عند كل تقريبا دفاعات مصر كلها اللي هي ما بين الاثنين الاستوبارين وما بين الاثنين الباكين، هي دي الزمالك، دي الحته اللي الزمالك لعب عليها، اشتغل من العمق النهارده اكتر بكتير جدا من على الاطراف. النهارده كان غايب النجاز وده من افضل اللعيبه اللي بتلعب على اطراف الملعب، عنده في فروقات في الامكانيات ما بين طبعا فرق كبير جدا اكيد، يعني بيعمل لك الشغل من على الاطراف بشكل كويس قوي. النهارده الزمالك يمكن استغل الحته دي بشكل جيد جدا، قدر ان هو يوصل من عمق الملعب، ودي كانت مشكله الانتاج الحربي في بدايه في الشوط الاول. كابتن مختار عدل منها بعد كده، عدل منها الشوط الثاني. الشوط الثاني كان للانتاج الحربي في سوء توفيق، عجبني جدا كابتن مختار عنده استراتيجي في اللعب، يعني الراجل بيلعب بيدافع بشكل كويس قوي، بيهاجم بشكل كويس جدا، بيرتد لما الكره بتتقطع، دايما بتلاقي لعيبه كلها في نص ملعبه، بيشتغل من على الاطراف بشكل كويس جدا، عنده اكتر من حل في الناحيه الهجوميه. يعني انت دايما تلاقي فرق بتشتغل في الحته الدفاعيه بشكل كويس قوي، لكن في الحته الهجوميه كابتن بيبقى عنده مشاكل. النهارده الانتاج الحربي بيشتغل في الحته الهجوميه من حاجات كتير، بيشتغل من على اطراف الملعب، بيحضر بشكل كويس قوي، عنده فرصه ان هو بيشتغل على الكاونتر اتاك بشكل كويس جدا. فالنهارده الانتاج الحربي ممكن لو كان في بعض التوفيق النهارده في المباراه كان ممكن يعدل بشكل كويس قوي. النهارده عنده حلول داخل الملعب، عنده سرعات، عنده مهارات، عنده امكانيات لعيبه بتلعب بشكل جيد جدا، عنده اطراف ملعب بتشتغل بشكل كويس جدا، بيعملوا الكراسات بشكل كويس جدا، يمكن واحد منهم تسبب في الهدف، تسبب في ركله الجزاء الثانيه اللي سجل منها الانتاج الحربي الهدف. فالنهارده كابتن مختار عامل يعني شغل هجومي جيد في الملعب. النهارده ممكن تبص على كابتن مختار كابتن سيد تلاقيه في الهجمات المرتده عنده سرعات، تلاقيه في اللعب التحضيري عنده لعيبه وبيحضر وبيشتغل على الباكين، باكين الطرف عشان يعمل الكرات العرضيه. فالنهارده عنده اكتر من حل في الناحيه الهجوميه، لكن كان عنده مشكله كبيره جدا الشوط الاول، هي عمق الدفاع بتاعه، عنده مشكله الاثنين بعيد عن بعض، دايما بيتضربوا من الحته اللي في النص دي. حتى كمان الشوط الثاني افتقد شويه في التنظيم، يعني الزمالك لو الشوط الثاني قدر يستغل الفرصه اكتر من فرصه اتيحت لي كان ممكن يسجل الهدف الثالث او الهدف الرابع. لكن بشكل عام السيناريو المباراه النهارده كان ماشي، شوط للزمالك الشوط الاول اجاد فيه بشكل جيد جدا، الشوط الثاني انتاج الحربي اجاد فيه بشكل جيد جدا، المباراه كانت متوازنه شويه ما بين الفريقين. طيب اوكي، يبقى الزمالك بيفوز على الانتاج الحربي وبيوصل للنقطه رقم 26 في الصداره ب 26 نقطه، والانتاج الحربي بيتوقف رصيده عند النقطه 19 في المركز الخامس. اوكي، المباراه الثانيه كابتن عادل جمعت ما بين سموحه والجونه. سموحه بيكسب، يعني مثلا دي المباراه 13 لسموحه، فاز 4 وتعادل 8، اكتر فرقه تعادلت هي سموحه واتغلب مره بس. فوز سموحه كان على انبي وكان على المقصه وكان على الاسماعيلي، من الاربع فوز اربع انتصارات اللي كسبهم سموحه، وتعادل مع نجوم المستقبل او نجوم اف سي، وتعادل مع حرس الحدود، وتعادل مع الجونه، وبيتعادل مع الداخليه. اقصد ان هو يعني بيلعب قدام الكبار، حتى لما لعب قدام الزمالك كان اخطر وجات له ضربه جزاء في الدقيقه 92 او 93 اهدرها، كان ممكن يبقى فوز. كان بيلعب قدام بيراميدز وكان عنده ضربه جزاء تعادل 1-1 كان ممكن يبقى متقدم. اذا سموحه قدام الكبار حاجه كبيره، كل الفرق كبيره طبعا، لكن اقصد الناس اللي في الترتيب في التصنيف بيبقى حاجه كبيره جدا ورائعه جدا، وقدام الفرق اللي المفروض اقل شويه من القدرات الكبار بيتعادل وما بيوصلش للي هو عايزه. كابتن عادل، بدايه لازم اشكر اداره الجونه، ودي حاجه مش فنيه لكن هي طبعا بتصب في الناحيه الفنيه. احنا شفنا النهارده ملعب لا يقل عن الملاعب الموجوده في اوروبا، صحيح مدرج ملعب، الاضاءه كنا الاول بنشوف حاجه كده، ارض عامله زي الغيط، الكوره بتمشي تتنطط، كنا النادي الاهلي قعد يمكن سنتين ثلاثه كان وشه حلو والله يجون علينا، خدنا افريقيا 2013 خلاص يرجعوا الملعب تاني حاجه ملعب رائع. وبعدين برضو من ضمن التشكيل اللي عملوه، عملوا تشكيل شاب ممتاز، وفي نفس الوقت العناصر اللي هي طلعت بالفريق للدوري الممتاز احتفظوا بالجيدين منهم، ثم اضافوا خبرات ناجي جده ورشدي واكثر من لاعب، واسلام رشدي طبعا لاعب الاهلي السابق، ومحمد علي وأوكا ولؤي وائل، ولؤي وائل ده لعيب من اشبال الاهلي، لؤي وائل كان في انتاج الحربي وعمل ماتش كويس، فعمل توليفه جيده جدا.
كون ان هو بيتعادل كتير وبيكسب بيشتغل مع الفرق الكبيره بشكل جيد دي تتحسب ليه مش عليه. لانه انا كده بديني ثقه ان انا وانا بلعب راس براس انا ماناش خايف، ما عنديش الهيبه ان انا وانا بلاعب الانديه الكبيره واللي عندها امكانيات اكتر مني ان انا ببقى نازل متحفز او ان انا نازل خايف او مرعوب. لا، انا نازل وانا عندي الحافز ان انا عايز اعمل نتيجه ايجابيه. ودي حاجه بتتحسب برضو للاداره وللجهاز الفني وبتتحسب للعيبه. اللعيبه الكبار اللي هم جابوهم بيدوا ثقه للولاد اللي هم صاعدين من الدرجه الممتاز به للفريق الاول. في احيانا في ماتشات زي ما حضرتك بتشوف كده، يعني هم النهارده كان وارد جدا ان هم يكسبوا النهارده، وارد جدا، وجابوا جول في الشوط الاولاني وبعدين كانوا ضاغطين جدا سموحه في الشوط الثاني. احيانا في كره القدم انت بتادي وبعدين النتيجه ما تبقاش في صالحك، لكن بكل المقاييس فريق الجونة اعتقد ان هو جاي، لانه الماتش اللي فات اللي قبل ده كانوا مغلوبين نتيجه 5، كون ان هو النهارده بيتعادل مع سموحه ده انجاز. صحيح. يعني في خلال 3 ايام الجهاز الاداري والطبي والفني يطلع باللعيبه من خلال 3 ايام من 5-0 بيتعادل مع سموحه، ده انجاز كبير. طيب، ووصل للنقطه 16 كمان، يعني اعتقد انها نقطه مقبوله جدا لفريق بيتم تكوينه في عدد قليل من الايام وكمان بعد صعوده من دوري الدرجه الثانيه. كابتن ماهر، يعني انا شايف الجون هشام زكريا وصعوده طبعا للدوري الممتاز النهارده بيعمل توليفه من اللاعبين قدر يكتسب من خلالها الخبره، زي احمد علي واحمد سعيد اوكا ويمكن وجده واحمد مجدي واسلام رشدي. كل دي لعبه ولؤي، كل اللعيبه دي لعبت في الدوري الممتاز، هو قدر يعمل توليفه بسرعه. وهيثم الجول لعب في الدوري الممتاز، وهيثم قدر يعمل توليفه هشام زكريا بصراحه، وعنده جرأه بشكل جيد من خلال التوليفه ديت. هو قدر يلعب من خلال 13 المحترف بتاعهم اللي هو الفيرود بتاعهم ده كان بيلعب في الوداد. يعني 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 هو نجح كابتن سيد بسرعه، ان حتى يمكن حتى الدكه الاحتياطي برضك عنده لعيبه، يمكن احمد يد عبد الملك بيقدر يضيفه في فترات بشكل كبير جدا، بيقدر يعمل له اضافه هجوميه. هو قدر من 13 مباراه يفوز 3 مباريات فوز و7 تعادل، ولهم الاهداف 13 وعليه 16. يمكن هو عنده مشكله بس في حته خط الظهر، ان دخل فيه في مرمى حوالي 16 هدف برضك، يمكن عدد كتير، لكن بيقدر يجيب من خلال المهاجمين بدوه 13 هدف. هشام برضك عامل شكل وحيويه ونشاط واداء في الجونه، بنحييه بصراحه على هذا الاداء. لو استمر كده هو حتى يمكن مكانته في الدوري، يمكن واخد يمكن المركز الثامن، سابق يمكن فرق كبيره جدا وباع كبير جدا زي الاتحاد والاسماعيلي وانبي ودول والمصري والمقاولين، ودول فرق يمكن كانوا السنه اللي فاتت في المربع او من خلال الست فرق اللي بتنافس على بطوله الدوري العام. علي ماهر، احنا شفنا علي ماهر وخبرته في الدوري العام من خلال الاسيوطي العام الماضي بصراحه، ولحد دلوقتي هو عامل ماتشات كبيره قوي قدام الزمالك، عامل ماتش كبير جدا قدام الاسماعيلي، عامل ماتش كبير جدا قدام بيراميدز، عامل ماتش كبير جدا قدام انبي، عامل ماتش كبير جدا قدام المقاصة، عامل ماتش كبير جدا. وهو كان مع الاسيوطي كده كمان يا كابتن سيد، يعني مع الاسيوطي ما كانش بيخاف من الفرق الكبيره، بالعكس يمكن طلعنا الكاس مع الفرق الكبيره بصراحه بنتائجه كبيره. فانا شايف ان علي ماهر برضك عامل توليفه من اللعيبه المميزين، عنده يمكن محمود معاذ ورجل نبيل في خط الدار ومحمود عزت وياسر ابراهيم واحمد منجا في نص الملعب واحمد حمص وشريف رضا وكوري ومحمد حمدي زكي وشيلونج ده اللي جايبه من الاسيوطي برضك من المهاجمين المميزين اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في القوى الهجوميه. طيب بلال، يمكن بس اقول اللي ذكركم بالاهداف، احمد مجدي في الدقيقه 45 ومحمود معاذ حط فاول رائع يعني الحقيقه. اتفضل بلال. بس المباراه النهارده كانت ما بين مدرستين مختلفين شويه. علي ماهر بيلعب بطريقه 3-4-3 ودي طريقه فيها تميز شويه في الحته الهجوميه، ولكن فيها بعض المشاكل في الناحيه الدفاعيه. الناحيه الثانيه بيلعب بطريقه 4-3-3، ناحيه مختلفه شويه، هو بيحاول ان هو يضغط في نص ملعب، بيضغط في كل مكان، يمكن هو الستايل بتاعه في اللعب ان لما الكره بتتقطع بيضغط اللعيبه في كل مكان، يعني على المستوى الاوروبي شويه. فالنهارده كنا بنتفرج على فرقتين بيضغطوا في الملعب بشكل جيد جدا، الكره كانت سريعه بشكل كويس قوي. النهارده قدر الجون هيستغل المشكله اللي عند سموحه، الا وهي ان الاطراف دايما بتبقى فاضيه، لما بتلعب ب3 و4 في نص ملعب بيبقى عندك مشكله في الاطراف بتاعتك يا كابتن سيد. النهارده قدر يستغلها الجون بشكل كويس قوي وقدر يسجل هدف، وكان ممكن يسجل هدف ثاني وثالث. النهارده الشوط الاول كان في واحده ضاعت من اسلام رشدي حطها في العارضه وتردد ثاني، وانفراد برده ثاني لشيكاتارا
قدر يطلعها ابو جبل منه. فالنهارده قدر الجونه ان هو يغير شكله وادائه شويه النهارده في الملعب. يمكن الشوط الاول الشوط الثاني رجع الجونه الوضع للطريقه اللي كان بيلعب بيها، الا وهي ان انت عندك مفيش تمركز في بعض الاوقات في الناحيه الدفاعيه. الشوط الثاني كان ممكن سموحه يتقدم على اللي بعد ما سجل هدف، كان في مساحات كبيره جدا في خط ظهر فريق الجونه. يعني المفترض وانت بتلعب متعادل يبقى عندك شويه بالانس في اللعب، يبقى عندك شويه تنظيم في الحته الدفاعيه، ما تبقاش بتلعب في الحته الهجوميه على حساب الحته الدفاعيه. يعني كل الشوط الثاني تحول لهجمات مرتده للفريقين، سموحه عايز يكسب، الجونه كمان عايز يكسب، الاثنين عندهم مساحات كبيره جدا في ظهرهم، الاثنين بيلعبوا بشكل هجومي رائع جدا، لكن النواحي الدفاعيه فيها مشكله عند الفريقين. النواحي الدفاعيه لو اتظبطت شويه عند فرقه الجونه اعتقد هيبقى ليه باع كبير جدا في الدوري الكبسات ويقدر يكسب فرق كثيره جدا. شرف. طيب بالتعادل ده سموحه بيوصل للنقطه رقم 20 في المركز الرابع من 13 مباراه، والجونه بيوصل للنقطه 16 في المركز الثامن في الجدول. كابتن عادل شرفتنا. شكرا كابتن، وان شاء الله النادي الاهلي يعود للبطولات بتاعته اللي عودنا عليها. شرف. ونقول للجمهور اوعى تصبر علينا، ودايما ثقتك في لعيبتك وفي ادارتك وفي جهازك الفني ملهاش حدود، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. باذن الله. كابتن ماهر شرفتنا. شكرا كابتن سيد. شكرا كابتن. خلاص كده؟ مش متعود منك على كده. كابتن سيد بقى. ايه اللي حصل؟ زعلتك في حاجه؟ لا لا. كابتن ماهر شرفتنا. انا خليك كده. وانت كمان مفيش؟ لا انت قلت كل حاجه يا كابتن. اتعودنا مع الاهلي اللي جاي بيبقى احسن، وتعودنا مع الاهلي بكره بنشتغل، وزي ما قلت المقوله الشهيره اللي انا مقتنع بيها تماما، اللي عنده شغل ما عندوش وقت يعيط، ما عندوش وقت يبكي، ما عندوش وقت يندم على اللي فات، اللي جاي ان شاء الله الرحمن يبقى احسن. بطوله افريقيه باذن الله في 5 شهور، كاس محلي او سوبر محلي ودوري وكاس وسوبر مصري سعودي باذن الله تعالى، وبطوله عربيه ان شاء الله الرحمن نشتغل عليهم، والتوفيق بتاع المولى عز وجل. لكن كلنا ثقه في اللي موجودين، وكلنا ثقه في الفريق، وكلنا ثقه في الجهاز، وكلنا ثقه في الاداره باذن الله تعالى. وانت كجمهور ومؤازر ومساند، فكر نفسك وذكر نفسك بايام الانتصارات والتتويج والوقفه جنب بجنب كده، والانتصارات كمان في وقت الاخفاقات او وقت عدم التتويج، دايما تبقى في الظهر مساند باذن الله. بكره 10:30 حلقه جديده من ملعب الاهلي. شكرا جزيلا لكم.